بعالم أصبح فيه كل شي دون ضوابط وبفوضى بتكرس الغير محترف، بعالم الأعلام يلي بيتخبط بدهاليز صناعته الضايعة بيبقى بصيص نور وأمل بصناع بيحترفوا الصناعة بمهنة بإمكانها العودة إلى جذور وأسس متينة. فبعد 30 سنة تلفزيون تراكمت خبرة متينة بمجال الأعلام، نتمنى نستفيد منها ونفيد بهذا اللقاء مع الجراح الإعلامي أنطوان كاسابيان يلي رح بيحط النقاط على الحروف ويعيد قطار الإعلام لسكته الصحيحة. فأهلا وسهلا فيك أنطوان كاسابيان وداريوس براديو أم بي أس. أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين، وبشكرك على كل هالكلام الحلو اللي أغدقتيه علي. أنا حسيت حالي مقصرة لأنه بعرف أنه أنا بستضيف خبير بالمجال الإعلامي، مش أي شخص، مش أي حدا. مرسي تسلمي. أنطوان كاسابيان أو داريوس، شو بتفضل اليوم؟ داريوس. ليش؟ هيدا اسم أخذته، كنا جروب بالزمانات، كانوا في هواية موسيقى، كانوا هواة موسيقى كتار، قليل تشوفي ناس ما بيعزفوا إلي. بقى كنا ستة، خمس شباب وبنت، نعزف موسيقى سوا وندق سوا ونغني سوا. كان في اكتشفنا أنه ببداية القرن العشرين كان في فرقة خمس شباب وبنت بيعزفوا موسيقى سوا. بقى كل واحد منا أخذ اسم واحد منهم، اسمه إذا جوجلت لجروب ديسيس بتشوفي أنه داريوس ميلو أرتور هونيجر لويديو ري فرانسيس بولين جيرمان. أوكي. نحن كل واحد، أنا كنت داريوس. هلأ في العازف الأورج الشهير ناجي حكيم بحوم لبنان وعم بيعطي كونسير، بدي يعطي كونسير بعتقد الليلة، واسمه أرتور، كل أصحابنا بعيطوا له أرتور. قال لي يا زلمة كيف مشيت هالأسامي؟ أنا لما كنت عم بسأل عن معنى اسم داريوس عرفت أنه هو ملك عند الفرس، عند ملك عند الفرس، بس هذا داريوس ميلو الفرنساوي. وهو وناجي هو أرتور هونيجر، وكل يعني عم بقول لك كل واحد منهم أخذ اسم ومش الاسم أكتر من اسمنا. داريوس نعرفت من وراء الكواليس، داولوا اسمك كتير بالتلفزيونات المحلية والعربية. اليوم على الشاشة عم نشوفك، اليوم صرنا عم نشوفك على التلفزيون من بعد ما كنا نسمع باسم داريوس من وراء الكواليس. اليوم بمنا وجر، يعني خلص صار بدها طلع على التلفزيون. لا هيدي أنا إذا بتلاحظي، أنا أول شيء شرفتيني بدعوتك إلي على الإذاعة. أنا قليل بعطي انترفيوات، قليل بعمل، ما ببين يعني، بضل ورا دايما. ليش؟ هيك هويتي، بنبسط ورا الكل. بس آخر مدة قال لي بيير رباط من شي سنتين بعتقد، قال لي ليك بدنا نتسلى، بدنا نحكي بشي نتسلى بين أصحاب. قلت له أوكي نتسلى بين أصحاب، يلا بلشنا. وهيك مشيت، وهلا صار الاودينس تبعه نسبة المشاهدة صارت كتير قوية تبع منا وجر. بقى هيك بلشنا هيك بدون أي تلخي، ما بدي أطلع بدون أي تخطيط، من دون أي يلا رح نطلع نتسلى. طالعين نتسلى، احنا مش بهيك يعني. طالعين نتسلى؟ ايه طالعين نتسلى بين بعض، أصحاب بين بعض لما بيحكوا. ليك أصحاب بين بعض لما بيحكوا، إذا عندهم مستوى بيطلع الحديث له مستوى، إذا ما عندهم مستوى بيطلع حديث زبالة. هذا الفرق. وأنا خاصة بقول لك شغلي، بالتلفزيون كاميرا بتفضح. كاميرا إذا كنت مسقفة بتبيني مسقفة، وإذا كنت ما خصك بشي بتبيني ما خصك بشي بالدنيا. هيك هذا التلفزيون، الكاميرا بتفضح. ما فيك تجيبي شخص بالمرة وخليه يبين مسقف، ما بيبين. مع العلم أنه اليوم صار بيتحضر للمذيع، بيقرأ قدامه، ما ضروري يكون بيعرف كل شيء، بس كمان بينفضح. ما هيك يلي بيقرا، اول شيء يلي بيقرا بيكون عايش على البرومبت، بسموه البرومبتر اوتو كيو. يلي بيقرا بيكون عايش على الاوتو كيو. هلا في ناس هن عارفين شو بيعم بيقولوا، والاوتو كيو بيكون ريمايندر للتذكير، بيذكرهم. هولي بتشوفيهم طبيعيين، بس يلي عايشين على الاوتو كيو يعني عم بيقروا، بتشوفي عينيهم، بسموها بالانجليزي روبوتيك ايز، مثل الرجل الالي. عينيهم عم بيقروا بس، ما في اي اكسبريشن على وجههم، في اي ملامح وجههم. انت مع هيدا الشيء ولا بتفضل المذيعه او المقدم او المقدمه هن يرتجلوا؟ خبرك، الارتجال لما بتبلشي ما فيك ترتجلي، لانه ما عندك مخزون كلامي، هيدي ستوك حكي. هيدي مع الوقت بتصير، بس بالبدايه بدك
جربي قد ما فيك تمشي حالك مع الـ مع الاوتو كيو مع الحفظ، اهم شيء الحفظ. انا دايما بقول لهم ما حدا يعيش على الاوتو كيو، لان الاوتو كيو ماشي على ويندوز، يعني باي لحظه ممكن يطفي. واذا انطفى شو بتعملوا؟ واشطر اوبريتر، شخص بيمشي الاوتو كيو، اشطر واحد بده دقيقتين ونص ليردك محل ما كنت. بدقيقتين ونص على الهوا شو رح تعملي؟ خبريني. بقى مشان هيك بقول لهم انه ما حدا يتكل على الاوتو كيو، ممكن يطفي باي لحظه. كانوا يقولوا لي يا ولو يا عمي شو بيك ماسك السلم بالعرض. وياما مرات صارت بحفلات انطفى الاوتو كيو وتلبكوا، وفي ناس خسروا وظيفتهم، كان عندهم كونترا عاملينه مع تلفزيون، خسروا وظيفتهم من ورا نقنقتهم لما انطفى الاوتو كيو. في السياسيين حتى كمان هلا بيعتمدوا على هذا الشيء. ماشي، السياسي نوعا ما بيعرف عن شو رح يحكي. هلا اذا الاوتو كيو ذكروا بنقط اضافيه خير. بتشوفي سياسي حربوه، ما في سياسي الا ما تمرن. يعني انا بعرف، انا هلا بلبنان ما اشتغلت مع سياسيين، بس بمصر شغل مع سياسيين، علمتهم كيف يحكوا يقروا اوتو كيو، كيف يحكوا، كيف يعملوا خطابات، كيف يكون عنده سرعه بديهه اذا انزركوا شو يعملوا. في منهم كانوا صاروا بمجلس الشعب. هلا بالانتخابات الاخيره اخر مديك انتخبون بمجلس الشعب، صاروا هلا صار عندي يعني في بعض الخدع ممكن يعتمدها السياسي بخلال القائه للخطابات ليقدر يسيطر على المتلقي. انت بتعرف انه في البيسكس تبع الخطابه، يعني في عندها فن تبع اكيد. في كثير حرتيق صغار هيك بيستعملون، بتشوف الجمهور بيزقف، كيف تطلبي زقيف، كيف تطلبي وقفه، كيف تخليهم يسكتوا. هيدي كل القصة هي كنترول. انت واقفة عم تحكي، عم تسيطري على جمهورك. بما انه عم نحكي عن السياسيين، انه حديث انفتح مع انه ما كانش موضوع حديثي، بدي اشوف مين من السياسيين اليوم ملكة بفن الخطابة، مين بتشوف؟ لا لكن صراحة كتار ماشي. قبل كانوا قليل. انا بتذكر بالزمانات لما يوقف مثلا يرافع خاتشيك بابيكيان يسكتوا كل المحامين يسكتوا، كان يحكي كان طليق. وكانوا قليل الرجال السياسي اللي عندهم هالطلاقة، وكمان يعرف اللغة العربية على الأصول بأصولها. هلأ لا، عم بقول لك لأنه هلأ كل واحد استعمل طريقة، جيب حدا مرن وعلمه، دون كلهم عارفين. بس مش هي كمان بتكون موهبة موجودة عند الشخص؟ أكيد، بس بده يسقلها. يسقلها، ما في مزح. بالتلفزيون ما فيك تطلع يا ناتورال. الناتورال هو اللي بيكون درس مزبوط، حضر حاله وبيطلع ببين ناتورال، هذا حر ببين هيك. بس ما حدا يقول انه انا طالع على طبيعي. كل اللي قالونه ما في نغمة كتير بسمعها، بدنا اياكي على طبيعتك، بيطلعوها على طبيعتها للبنت. ايه، بعدين بيكتشفوا انه لا مش منيحة هيك. بقى بترجع بتفوت تتمرن. يا اخي لو تمرنت بالاول ما كان احسن؟ ما كنت تقول للمذيعات اللي كنت تمرنهم خليكن على طبيعتكم؟ ولا مرة كنت تقول لهم هيك؟ لا أبدا. أنا بتذكر بدك تمرين، بتذكر في صديقة إلي كتير كتير بحترمها بوجه لها تحية، كارلا حداد. كارلا حداد إيه اللي عطول إنه لما بدك تعملي تلفزيون مرقي تمرني، تعي عندي تمرني بعدين عملي تلفزيون. هونيك نهار قالوا لها يا أخي منك بحاجة لتمرين، طلعي عملي برنامج. عملوا لها برنامج اسمه كارلا للا. ما طول كتير هيدا، اكتشفت إنه كارلا للا كبوه على الهوا هيك. بعد ما هي كانت من الأسباب اللي وقف البرنامج. هي قالت له ما بدي كفي، اجت قالت لي ليك شو عملوا فيي، كبوني على الهوا وبدون بدون بدون تحضير وبدون مساعدة وبدون تمرين. رجعت مرنت ورجعت قدمت يا ليلي عين. واللي بيشوف كارلا بيا ليلي عين او بيشوفها بعدين اكيد بيعرف انه مش هي كارلا ذاتها تبع كارلا للا، تغيرت كومبليتلي، ما صارت طبيعية بل بعدها طبيعية، بتجنن كتير مرتاحة وكتير حلوة، بس صارت عارفة شو عم تعمل. وهيدي دايما أنا بقول لهم تمرنوا منيح وبعدين انسوا كل شيء تعلمتوه وروحوا على طبيعتكم، بس تعلموا منيح. يتعلموا الإلقاء، يتعلموا القعدة قدام الكاميرا، يتعلموا شو يتعلموا كيف يتنفسوا، يتعلموا شو يعملوا قبل ما ياخدوا الطب، آخر ثلاث ثواني قبل ما يطلعوا على الهواء. يتعلموا كيف بدهم يقعدوا، كيف قعدتهم تحت الطاولة، إجريهم كيف بحطوهم. بيتعلموا مليون شغلة، كيف بيمسكوا الكارت، كيف بيمسكوا الميكرو، كل هول الأشياء.
في مليون شغلة إذا بفرجيك إياهم بتقولي لي عمى هولي إذا عملتيهم صح بتصيري نجمة، إذا عملتيهم غلط بتصيري ماشي بتروحي على البيت. هذا الفرق، ما في ما حدا يمزح. المذيع مش جوك، مش مزحة. مذيع أهم، أكتاف المذيع بيتعمر برنامج، وإذا أكتافه مش ماكنين بيشقط بيقصط البرنامج. يعني المذيع هو يا بيرجح البرنامج يا بيسقط البرنامج. من أهم مقومات نجاح برنامج هو شخصية المذيع. قدي بتجاوب معه الناس، بيجاوب معه الناس، قدي قريب من الناس. أنا في مذيعة مرة قلت له للمخرج سيمو أسمر، قلت له هيدي البنت لازم تاخدها. قال لي شو شفت فيها؟ عم بيجربني. قلت له عناية عم بيحكوا. قال لي معك حق مزبوط. ما قدي بدك تتمرن؟ قلت له 15 يوم. فعلا أخذناها وهي قدمت استوديو الفن 2009 2010 إلسا صغير. إلسا كمان موجه لها تحية. بقى بتجن. ليش؟ لأنه عناية بيحكوا، قريبة على القلب، ومن عاملة مليون تفنيص على وجهها وبعد من عمر المشتركين. حبيت مليون تفنيص. ايه شو بدي اقول لك، بس انه ومن عمر المشتركين، يعني كتير قريبة من عمره، قريبة يعني من عمرهم، يعني مش جاي تعمل طنط عليهم، من مثلهم بقى كتير كتير. طب داريوس جمال المذيعة بيساعدها على انه تنجح؟ هلأ تتقليلي انت بتعرفي انه اليوم ما في بنت بشعة، كتير قليل 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 بنات، بس في خارقات الجمال، في الوسط، في العادة. انا بقلك المذيعة لازم تكون قريبة من الناس، يعني تطلع فيها الواحد يقول يا الله يا ريت بتعرف على بنت هيك، او اذا شاب البنت تقول يا الله شو مهضوم هالصبي. قريبة من الناس كتير مهم. أعطيك إكزامبل بسيط عن شاب مش عن بنت. في مذيع طلع هلأ عم بيطلع بيكونكتد، وهلأ طلع بسليبرتي ديوات، جيري غزال. جيري غزال كل شيء فيه ناس بيطلعوا فيه يقولك مش معه، شو مهضوم، ما حدا بيقول إنه مدعي ومتفلسف وسئيل. بلكي لأنه بعده ببداية الطريق، ما نشوف بعدين بهالطريقة إذا كمل. هيدا مشروع نجم، أنا بقولكم إياها على الهوى هلأ، هذا زلمة مشروع نجم يكفي هلأ. هي اخر مره كل ما يطلع، اخر مره غنى غنيه هو وداليدا خليل، نص البنات غاروا، which is good. هيدي بدايات شهره، هيدي الشهره. يعني اليوم داريوس انت بتقدر بس تطلع هيك بالشخص بتعرف اذا في عنده هاللمعه ولا ما عنده اياها. هيدي مع الوقت ايه صار عندي اياها، قبل ما كان عندي اياها. قبل كان عنده اياها شخص مثل سيمو اسمر، كمان بوجه له تحيه لانه قديم بالمصلحة، بيعرف بيقول لي هيدا بيصير ستار، هيدا نجم، هيدا مش نجم. قل له كي شو شفت فيه؟ بكرة بتشوف. فعلا مع الوقت صرت شوف انه هيدا فيه بوادر نجم. يعني في صناعة للمذيعة، في شيء اسمه صناعة، في جزء اعداد بدك تسمي، في اعداد مزبوط. وانس بتعديها بعدين انتبهي المذيعة مش روبو، مش بتاخديها بتعطيها ورقة خدي هاي قريها على الهواء. المذيعة بدها تكون عندها شخصيتها، شوفي هاي كيف فيك تقوليها على الهواء، تعطيها النص بس هي بتقولها على طريقتها. بيكون عندها شخصية، أول شيء لازم تعرف كيف تقول، بعدين لازم يكون عندها شخصيتها بتلفظها. أنا مثلا معلم نفس السيستم، معلم فيه نيشان، ونفس السيستم معلم فيه مالك مكتبي. أوكي، اتنيناتهم تعلموا نفس الشيء، بس نيشان بيقرب طريقة وصح، ومالك مكتبي بيحكي بطريقة كمان صح، بس كل واحد بشخصيته. كل واحد بشخصيته أكيد. يعني المهم أنه ما يمحي شخصيته. أكيد ما مش ما كانت فوتوكوبي، هون ما فينا نعمل فوتوكوبي على المذيعين. كل واحد بتدخل شخصيته بياخده وبيصير يحكي على طريقته. طب بتعطي الأوقات نصائح للمقدمين أنه عم بتبينوا تقيل شوي، يعني بتكون تضبطوا حالكم بمطارح؟ شوفي هيدي دايما كل ما واحد، في واحد بعرفه أو بون عليه أو بعرف أنه بالتلفزيون ليك بيقولوا لك ما تعطي نصايح لحدا، لأنه بيفكروا أنه غيرانين منهم. ناس بيفكر أنه غيراني منه أنه عم ينجح. هالقد صارت النصيحة بتكلف؟ صارت هيك للأسف، هلأ هيك صاروا، لأنه صاروا الكل أساتذة والكل بيعرفوا. هلأ الناس اللي بمون عليهم لما يعملوا شغلة حلوة دغري ببعت لهم
فويس نوت او بقول لهم انه مش معقول شو حلوه كانت برافو وكذا، والناس والغلط بقول لهم انتبهوا هذه غلطه، هذه غلطه ما افضل ما تعيدها، مش منيحه هي لك. طب لما بتحكي عن شخص مثل نيشان او مثل مالك مكتبي ايه؟ بيتقبلوا اليوم هيدي النصيحه منك؟ لا نيشان بروفيسيونيل، يعني ان كان نيشان كان مالك مكتبي الشباب بروفيسيونيل وما بيمزحوا. لما بقول له خيي هيدي هذا ستايل بدك تغير فيه بيقول لي اوكي عم جرب، هلا عم جرب اعمل شيء جديد. مالك مكتب قلت له ليك انتبه صار لك 10 سنين ممكن ينفس البرنامج، قال لي طمن بالك عندي 10 حلقات لقدام جاهزين، نهار اللي بشوف انه ما عاد عندي حلقات لقدام بلش فكر انه وقف او غير. كتير شباب كتير بروفيسيونيل بيتقبلوا بيعرفوا انه مش عم بقلهم شو ما كان. اليوم ما بتفقد الشاشة لنيشان ولا حضور نيشان؟ وينه؟ بلا ما بعرف صدقيني، ما اخر فترة ما عرف انقطعت، يعني هو يمكن مسافر وانا كنت هون، بعدين انا سافرت وهو اجا، ما التقينا. بدنا نلتقى شي نهار نحكي شو بده يعمل شو عم بيعمل. بتشوف انه لازم من وقت لاخر يغيب شوي عن الشاشة اللي بيطلعوا باستمرار على الشاشة؟ الله يرحمه رياض شرارة كان انسان استاذ كبير، كان يقول دايما من فترة لفترة خي بدك تغيب لك شي 4 أشهر عن الشاشة تترجع بشي احسن اقوى ويرجع يقوله ها رجع. هذا كان يقول لي اياها كتير. اشتغلنا برنامج سوا، برنامج قدمه على الـ LBC اسمه باب الحظ. انا كنت المعد وهو كان المذيع. مش معقول شو كان قيمة المذيع، شو معناتها انه بيقطع شو ما كان، كان يقول اشي على الليميت، يعني على الليميت الرقابة انه ما بتقطع، بس لانه رياض عم بيقولن بتقطع لانه خواجة إيه؟ يعني اسمه تخطى الرقابة فينا نقول اكيد، لانه هو عم بيقولن تقطع والجمهور يزقف والناس تنبسط والصحافة تكتب. بيقولوا انه رياض شرارة ما بيتكرر، مع العلم انه في كتار جربوا انهم يقلدوا. شو ميزته كانت رياض شرارة؟ شخصية، اهم شيء شخصية، في بريزنس، بعدين في ثقافة، مش مين ما كان، مش شو ما كان. هالسنين عطته ثقافة عنده، بعدين هضامة. بتذكر ليكي شخص مثل رياض شرارة، انا بتذكر منيح لما بلش البرنامج باب الحظ، كان المخرج والمعد اساسا سيمو اسمر. انا كنت معد مشارك. بتذكر كنا بميتينج بيقوم بيقول له سيمو أسمر بيقول له يا رياض هيدي قصة حماتك، كل الناس بتعرف انك مغروم بحماتك، وهي النكت اللي بتخبرها على حماتك ما عادي صار قديمة صارت، انا رأيي توقفها. قال له انت برأيك هيك؟ قال له ايه. قال له خلص ما تزعل هيدي راح وقفها، وفعلا من وقتها ولا مرة سمعته على الهواء عم بيحكي عن حماته. تفضلي. وهيدا رياض شرارة ما قال له انا رياض شرارة انت شو فهمك مثلا، ما حكي ابدا. قال له اذا هيدا رايك بلكي ما استرجى يقول له هيك للاستاذ سيمو اسمر. برهان ما عمل بعد منها، ما عمل ما خبر النكت ولا مره. يعني عملنا البرنامج سنتين، نحن برنامج هيدا مشي سنتين، ما في برنامج مشي سنتين. لدرجه انه في محل توفى رياض الله يرحمه، قررنا رياض وميراي كانوا عم بيقدموا، قررنا بدنا نوقف البرنامج. اجا وكيل الاعلانات قال لي انا ماضي كونترايات لاخر السنه، دخيلكم بدكم تمشوني لاخر السنه، ما فيكم توقفوا. بقى رجعنا جبنا تياتر دو ديزور اندري جدع بيير شاماسيان وليلى اسطفين وعملنا 3 كوبلين عن جديد تيقدموا محل مجبورين. نحن كنا بدنا نوقف احتراما لشخصيه رياض. تقبلوا الناس بهداك الوقت غياب رياض شراره وحلول اخرين محلو؟ إيه حلول اخرين عملناها عجقه ونكته ومز، يعني غير شيء غير طريقه غير جو عملناه تا مشي البرنامج. كان ما بيقدر يقدم شخص تاني محله؟ لا كانوا ولا ممكن قارنوا دغري، كانوا عملوا مقارنه. انتبهي ما فيك تاخدي محل، بعطيك اكزامبل هلا محل بالنشر اجت ريما كركي. هلا ريما كركي مش شاطره ريما كركي، لأن اجت محل توني خليفة تفركشت من 100 فركوشة قبل ما تبلش يتقبلوا، يبلشوا الناس يتقبلوا. هلأ والبرنامج أبدا ما رجع على المستوى اللي كان اللي كان فيه لما كان توني خليفة. صح. يعني شو ما عمل ما بيوصل له. بتعتقد أنه هون ريما كركك لازم تغير اسم البرنامج
يمكن لو ضل بنفس الطريقة وتغير الاسم كانت ضلت موجودة المقارنة. كان لازم يتغير الديكور، يتغير اسم البرنامج، ويتغير الجو، يعني يغيروا بالمضمون شوي، يغيروا فيه تا الناس ما تقارن. الناس لما بتشيلي منا شخص ما راح اقول بتحبه، ما كرهته، ايه شخص ماشي الحال، لما بتشيليه بتحطي محله حد بيقولوا ليش شلتيه، ليش شلته. انا بتذكر مره واحده زياد نجيم ترك برنامج ليله حظ، كان يقدمه، قال انه بده يعمل سياسه، جبنا محله، بدنا نجيب محله شخص ثاني، قال لي سيمو اسمر، شوفي هون الخبره بتحكي، قال لي سيمو اسمر هيدا اذا جبناه بموت، بدنا نجيب واحد ثالث نحطه يضل يمشي لنا اياها شهرين، بعدين منجيب هيداك، ما بيقعدوا يقارنوا بين هيداك وزياد، بيقارنوا بين هيداك وهيدا، يعني حط انترميديت شخص ما خصه بالتقديم. وخليه يقدم والناس تسب فيه ويجينا تليفونات بهدله، كان يجينا تليفونات انه وينو هيداك؟ ليش غيرتوا؟ هذا سائل. بالاخر لما كتروا التليفونات وقفنا هذا، حطينا المذيع اللي كان بدنا نحطه، رجعوا راديو الناس. تشوفي كيف هيدي خبره انا ما كنت عارفها هو عملها. على الـ LBC اشتغلت يمكن باكثر من برنامج، ما هيك؟ اي 19 تقريبا برنامج. كل البرامج الفنيه لا مش كل البرامج الفنيه، عملت العاب، عملت مسابقات، عملت سبيشلز، يعني مناسبات معينه، اعياد الـ LBC، اشتغلت كذا كذا شغله، حسب مجموع 19 برنامج عديتهم هذيك اليوم. وراضي عليهم كلهم 19 برنامج؟ هلا راضي عليهم؟ لا، في كتير برامج انا كنت بفضل انه ينعملوا بغير طريقه، بس انه هيك شائد الظروف. بس ما في برنامج الا ما مشي 9 اشهر، يعني ما عندي برنامج خلص بثلاث اشهر. كيف نقدر نحكم على البرنامج انه ناجح اذا استمر فتره طويله على الشاشه؟ اذا استمر فتره طويله يعني مش مزحه، يعني في اقبال عليه، يعني في معلن عم بيحط فيه دعايات، وما في ناس عم بتسب فيه، يعني ماشي حاله، تلفزيون ما بيجدد. طب اذا الناس عم بتسب فيه يا داريوس، بس هيدا مش دليل انه عم يحضروا؟ مزبوط، بس انا عم لك يعني حبوه ولا ما حبوه. لا في شيء اسمه احترام الجمهور، حرام يعني. هذا زلمه قاعد ببيته ماشي معك لانه ما عنده غير خيار، شايف غير تلفزيونات ما عجبوه، اجى لعندك، ما فيك تعطيه شو ما كان. في مبدأ بالتلفزيون ما فيك تعطيه شو ما كان، بده يكون مستوى معين، مش ضروري شكسبير، ما بدي انه كل واحد يكون فيلسوف، ابدا ابدا. البرامج اللي كنتوا تقدموها على شاشة الـ LBC كانت منقولة ولا كانت من ابتكاركم انتو؟ في كتير، 3/4 البرامج عملناهم يعني من اختراعنا. هلا وقتها ما كنا نعرف كتير، يعني عم بحكيكي بال85، لا في ساتلايت ولا في دش ولا في، وين بدك تعرف اذا هالبرنامج معمول قبل او مش معمول قبل، بتمشي في بس كانت برامج العاب عاديه يعني، وكانت ناجحه. اكيد كانت ناجحه. ليش اليوم عم بيروحوا على البرامج اللي بيشاهدوها برا وبينقلوها وبيجيبوها وبيعملوها بقالب لبناني وبيطلعوا لنا اياها؟ ليش ما بقى في عنا ناس تخلق برامج، تخترع فكر؟ في عنا، بس للاسف ما عاد في ثقه، يعني ما عاد في ثقه للتلفزيونات. هلا بدهم يشتغلوا سيف، بدهم يشتغلوا بامان، يعني بيشوفوا شغله انعملت برا وجابت كسرت الدنيا وجابت جمهور، بيقول لك ايه يلا مشي فيها، او اذا بده يدفع له حقوق بيروح بيجيب الحقوق تبعها. يعني نحن مثلا منا وجر هو من بني جاي، شركه جايبين منها الحقوق، بقى بيطمن باله انه مشيت برا عملت قصه، دونك فينا نعملها، فينا نطمن بالنا انه راح تجيب لنا جمهور. هيك هلا ما عاد عندهم ثقه بالانتاج المحلي، مع انه الانتاج المحلي ما عاد عندهم ثقه بالافكار اللبنانيه. خبرك شغله ما تروحي بعيد، انا بال 2004 2005 عملت برنامج اسمه الحل بايدك، ما بعرف اذا ذكرتيه. حل بايدك كان الجمهور قاعد ببيته يصوت على انه نقول لهم بده يتركوا بعض او يتجوزوا، وعندهم نص ساعه تيصوتوا، بهالنص ساعه يكون في حوار بالاستوديو بين اختصاصيين وبين شهيد، خلال بنهاية الهيدا تقول المذيع خلينا نشوف نتيجة التصويت،
70% صوتوا انهم بيتجوزوا، 30% صوتوا انه ما بيتجوزوا، 70% فاذا رح نحضر انه تجوزوا، نحط المشهد اللي تجوزوا فيه ويكمل، تكمل القصة، القصة تكمل مثل ما بده المشاهد. هذه فكرة انا عاملها، وشكري انيس فخوري كتب لي الدراما تبعيتها، وسمير حبشي اخرج لي المسلسل. اثنيناتهم كانوا مبسوطين، اول مرة عم يعملوا شيء مش موجود اللي كان يتقدم على شاشة الجديد. الجديد ولا مرة تقدموا رانيا بارود، ولا مرة، ولا مرة، لا بفرنسا وأوروبا في هيك برنامج، ولا بأمريكا في هيك برنامج. هذا اختراع لبناني 100%. إذا أنا اخترعت يعني غيري في اخترع. يعني قديش وسقت محطة الجديد فيكن؟ ايه بالفكرة يعني، حتى قدمت لكم هالمساحة من الهواء. أول ما حكيتهم فيها وقتها كان مدير المحطة خليل أبو شوارب، قال لي اف شو هالفكرة هاي، يلا مشي فيها، ومشينا فيها. قال لي روح شوف مين بده يعمل لك الدراما، روح شوف مين بده يخرج لك، وعملنا ديل مع الكل هيدا. يعني انا بندم انه ما رجعوا عيشوا للبرنامج، دوماج، لانه هيدي شغله بينفردوا فيها هني. يعني شوفي قد ايه هذا برنامج ناجح، من 0% مشاهده فجاه بليله صار عندهم 17% مشاهده، نمبر 1 طلعوا. ليله التنين كانوا يطلعوا النيو تي في نمبر 1. طب مش مزحه هاي. وكان يكون في موجود اخصائيين للتحليل ضيوف، لو تشوف الضيوف شو ينبسطوا. الله يرحمه جبران طويني، لما قلنا له بدك تجي ضيف قال لي اف اكيد، صار لي جمعتين عم بحضر هالبرنامج شو حلو. اكيد بيجي. يعني ما دوريد لحام جبناه ضيف، ما اخذ تاكسي هو ومرته اجوا على لبنان بس ليشاركوا. بعد في عندك افكار داريوس؟ اي في كتير، في كتير، في كتير بالجوارير. اي لقيمتا امرار بيكون في عندي ناس، مثلا بيكون في مذيعة او مذيع شاطرين كتير وانا عم بشتغل معهم، لما خلص بقول لهم ليك هيدي فكرة خدها اعملها وقدمها. بتعطي افكار هيك؟ ليش لا، بتقدمها تقدمة؟ مش احسن ما يعفنوا بالجرور ويطلع حدا تاني عملهم وعملهم غلط؟ شو ده؟ في حدا عطيته هيك فكرة وقدمها ونجحت؟ في كتير، في كتير. فينا نعرف مثل أي لتلفزيون دبي عطي كتير أفكار، لتلفزيون الكويت عطيت أفكار، أفكار ألعاب. مذيعين أنا مرن مذيعين تلفزيون الكويت كمان، وعطيت لتلفزيون الكويت كذا فكرة ومشيوا وعملوا برمضان، دايما أكتر شي بيعملوا برمضان. تلفزيون سعودي كل شي كل سنة برمضان عندهم برنامج لألي، برنامج العاب، ودائما هاي المره القليله اللي التلفزيون السعودي بتجيب اكثر من الام بي سي، لانه عاده الام بي سي والتلفزيون السعودي بيتخانقوا على هذا وما بي ما بي ما بيجيبوا قدهم. مره جبنا اكثر من حروف والوف اللي هي يعني بسموها شوفال دو باتاي تبع الام بي سي، جبنا نحن اكثر من حروف والوف. يعني على علاقه جيده تقريبا مع كل التلفزيونات، انه مش على ايه، انه ايه في اتفاق هلا مع المدراء التلفزيونات، وللأسف بالدول العربية بيتغيروا كتير، بيتغير وهلا بطلت أعرف حدا منهم. مع مدراء التلفزيونات المحلية علاقة جيدة. أكيد. جدا أكيد. مع تلفزيون الـ LBC، إدارة تلفزيون الـ LBC علاقة جيدة مع شيخ بيير. أكيد 13 سنة شو ما فيك تنسيهم. أكيد ولو بس اليوم أنت موجود بتلفزيون منافس، مش ما بيمنع هذا الشيء، ضل على العلاقة جيدة. لا أنا بتذكر مرة ما بعرف مع مين كنت عم بش كنت عم بشتغل مع فانيلا برودكشن مع رولا سعد، قالت لي شو طلبت مني درب مذيعين ومذيعات ومر دربتهم وخلصت، قالت لي شو بدك تطلع الفاتورة، قلت لها ماشي، قالت لي ما بيصير بدي أدفع لك، ماشي، ما أنا ابن هالمؤسسة ما نسيتها هاي، أوكي صحتين على قلبكم، ومشيت. ما كانت تصدق إنه إف ما بده يقبض. ليه؟ أكيد 13 سنة ما فيك تنسيهم، 13 سنة نمنا بالمؤسسة. مش عم بمزح. كنا نشوف ساعة 4 صارت مش حرزانة أرجع أجي على بيروت، يلا بحط الراحة سفنجي، حط عليها حرام، أرجع أخذ حرام تاني. أنا يعني في تضحية بمطارح كتيرة، أكيد مش أنا بس، كل العالم. يعني LBC ما وصلت LBC من ورا مشي، وصلت من ورا عصابة ناس نسيوا انه عندهم بيوت، صاروا اكلين شاربين نايمين هونيك، بس اغلبيتهم صاروا برات المؤسسه. مزبوط مزبوط، تغيرت كتير اشياء، تنظمت كتير اشياء،
هلأ بتقولي لي منيح مش منيح، أنا بلاقيها مش كتير منيح. انظلم يمكن كتير ناس أيضا، في كتير ناس. أنا ما بعتقد أنه أنا انظلمت، لأنه أنا لما فليت كنت أنا فليت لأنه ما عاد عندي شيء أتعلمه، كان بدي تحديات جديدة، مشان هيك فليت. ما فليت لأنه زعلان منهم. ما عاد عندك شيء تتعلمه ولا ما عاد عندك شيء تعطيه لهيدي المؤسسة؟ لا برهان برهان برهان، رحت على غير محل وعطيت مليون شغلة، بس ما عاد عندي. عطيت أفكار ورفضت بالال بي سي لهذا السبب قررت تفل؟ لا لا أبدا لا، فليت عم بقلك، لأنه وصلت لمرحلة خلص، وصلت إدارة البرامج، مجلس إدارة البرامج، بحضر الميتينجز تبعوا هيدا وبقرر أنا صوت مثل الباقيين، مثل جانان ملاط، مثل بيير الظاهر، مثل كلهم كنا نصوت على كيف بدنا نعمل الخريطة. ووصلت لمرحلة خلص إنه هيدا أكتر من هيك ما في أتعلم، بدي شيء جديد. ثاقبت وقت طالع على الاي ار تي، قلت لهم بدي اروح على الاي ار تي. كان في عرض من الاي ار تي اكيد وقتها، انا تركت بعد جمعه اجاني عرض من الاي ار تي، مع انه مش حكيهم، كان عم بفكر مش لانه في عرض الاي ار تي تركت ال بي سي. مو ابدا انا تركت لانه خلص بدي عم فكر روح على الاي ار تي، وانا بالمبدا ما بحب روح محل وانا بمحل تاني، هذه بسموها وجين. بقى بالمبدا تركت، وبعد اسبوع ما بعرف كيف عرفوا بعثوا وراي بلاي ارتي. من حظهم يعني هذا الشيء، من حظي انا. لا من حظهم هن كمان. داريوس اليوم كيف تشوف شاشه ال بي سي؟ ليكي انا مش حق مش عدل تساليني انا، تخبرك ليش. انا لما كنت بال بي سي كانت ال بي سي جايبه بتجيب 80% 85% جمهور، وبقية التلفزيونات يتقاسموا ال 15. اليوم ما عاد في هالشي. هلا بتقولي لي ايه مزبوط هيك، وين ما كان عم بتصير هيك، مش مزبوط. مين بيقرر؟ مين مقرر هالشي؟ مش مقرر هالشي، انه في شركات الاحصاءات بتقول هيدا الشي يعني. لا لا أو انت انا بعطيك اكزامبل، انا هونيك نهار جبنا مسلسل مهما كان الثمن، مهما كان سمن، كان اسمه بالإسباني يو كومبرو إذا مهير، يعني رح اشتري هالمرأة. ما كان فينا نحطها سأشتري هذه المرأة، سميناها مهما كان الثمن. بقى بتذكر وقتها كنت امشي بالليل اعمل مشي من بيتي لساحة البرج جميزي وارجع اجي. بالصيف كانوا الشبابيك مفتوحين بالبيوت، اسمع المسلسل من اوله لاخره لغاية ما وصلت، تشوفي شو معناتها الناس كلها عليه. هيدي كان شيء جديد على المشاهد اللبناني. مزبوط، انه مسلسل اجنبي مدبلج للغه العربيه. ليك دائما دائما ال بي سي في شيء عملته، انه جاي بشيء كمان دائما جيب شيء جديد من البروموشنز، من الدعايات. تلفزيون لبنان ما كان يعمل بروموشن للبرامج، صار في بروموشن، صار في مليون شغله، صار في دعايات، صار في يعني عيشت العالم بشيء. وبعدها لحديت اليوم البروموشن عندها كثير قويه، بعدها قويه اكيد. بس عم قلك حتى الكليبات، حتى الكليبات هلا اليوم عم شوف على الام تي في مثلا، عم شوف بالام تي في مثلا كليب كتير حلو عجبني الام تي في إلك. اوكي هلا برجع 10 سنين لورا بتذكر نحن إلك، نحن كرمالك ال بي سي. والجديد انت كمان، الجديد انت. نعم. طيب داريوس، بعد بدي كمان تعطيني رايك بالبرامج اللي عم تتقدم اليوم على شاشه ال بي سي. هل هي ال بي سي؟ بعطيك اكزامبل، نهار اللي بشوف احمر بالخط العريض، ايه 100% ال بي سي. بتذكرني شوي بالشاطر يحكي، اوكي نفس ستيل. هلا اكيد مالك مكتب يمن وزياد نجيم، بس برضو فرد مدرسه، فرد ستايل. بشوف كذا برنامج. لما بتشوف امي اقوى من امك مثلا، كان فيهم يوفروها بس ماشي الحال، او يعملوها بطريقه ما بعرف. انا في بالبلد توب شيف، لحقته جبته ذا فويس كيدز، جيبوا توب شيف كمان، لحقته جبته. امي احلى اقوى من امك، هي نسخه صغيره رخيصه عن توب شيف، مهضومه لانه ميشيل الازي مهضوم، لانه هو مهضوم. صحيح، بس لوحده ما بيقدر يعيش برنامج، يعني ما بيقدر يخليه مثل ما لازم يكون. هيدي مليون شغله، في كذا شغله. مش هشام حداد صديقكم؟ ايه هشام حداد مش اي صديقي، هشام حداد ليك صديق الام تي في. شو بدك بالام تي في؟ انا شي مره سمعتي هشام حداد حكي شي عن داريوس؟ لا ابدا.
بقى بحبني وانا بحبه كتير، وهو هلا صار مرتاح ببرنامجه. شو فيه لما بيقول لي يلا امشي تينقل على البريك، حلوين قول. ما عاد عنده، ما كان عنده اياهم بالاول. هلا مع العلم انكم ظلمتوه شوي ببرنامجكم بمن جورج، ظلمته لما بلش. كان شيء انا عندي اول حلقاته، كان شيء بعد حلقه ثلاث حلقات اخذ شوي من برنامج من برامج الام تي في، اخذ شغله، بعد شوي اخذ برنامج شغله ثانيه، اخذ شغله ثانيه. مشان هيك صار في غضب عليه انه عم يسرق من افكارنا وما في مش بس هرزين. نجحت معه، برافو، اكيد بهني. ليش لا؟ قوي، هو قوي، هو مش، لو هو شخص عادي ما كان نجح. هلا بده ينتبه انه ما يقلب، بسموها the dark side of the force، ما يقلب الميل التانية، يضل على الليميت، يضل على الناحية الإيجابية. يعني بتعتبره انه هشام ناجح على الشاشة؟ ايه هشام ناجح على الشاشة. ما حدا يقول اقوى واحدة على الشاشة اليوم؟ مش اقوى، بس انه ايه ليش لا، ايه اقوى. بيرجع هيدا الشيء لشخصيته ولا لمضمون برنامجه؟ لا، الناس بدها شيء شخص يحكي مثل ما هن بيحكوا. الناس لما قاعدين اصحاب من بعضهم، مش عم بقول لك لما فيكتور هيوغو قاعد مع ويليام شكسبير، عم لا، شباب عاديه كيف بيحكوا، هذا بيحكي مثلهم، هذا بيحكي لغه الشارع. يعني اليوم نحن بدنا لغه الشارع على التلفزيون، لغه الشارع عند مشاهدين، مش بدنا نحن، ما بدنا، يمكن بدنا يمكن ما بدنا، بس لغة الشارع عندها مشاهدين، عندها ناس. بس التلفزيون مهمته يفرجينا لغة الشارع ولا عنده مهمة ليك أخرى؟ ليك أنا بدي أقول لك إياها بصراحة والمستمعين بيقرروا، التلفزيون الخاص مش مهمته شيء، مهمته يربي يربي هو تلفزيون لبنان، تلفزيون الدولة، هذا مهمته، سقفية، تسقيفية، تربية، وهذا هيدا واجبات تلفزيون لبنان. تلفزيون الخاص ما عنده مهمات مثل هالنوع، مهماته يسلي يعني، لكن ما منعاتبه على ولا اي شيء بيقدمه. اذا هيك انتبه، في شيء اسمه، انا قلت لهم هذيك اليوم حكيت فيها، قلت لهم في شيء اسمه بفرنسا كونسيل سوبيريور لوديوفيزيوال، سي اس ا. سي اس ا انا رحت زرتهم، شفتهم شو بيعملوا، بيراقبوا كل التلفزيونات، اذا مرق شيء مش لازم يمرق بهالوقت مثلا، بيعملوا فيه تقرير وبيعاقبوا التلفزيون وبيعاقبوا أمرار بشكل. كان في برنامج وقتها اسمه كلوب دوروتي للأطفال، لأنه في كرتون ياباني مانجا مارق فيه بنات سكسي كتير فوق، يعني أكتر من اللازم، طرقوها للفرنس تي اف ان، ضربون بمليونين فرنك وقتها عقوبة، ووقفوا برنامج كلوب دوروتي اللي كان صار له 10 سنين ماشي. تشوفي مش مزحة هيدي. في، اما انت لما بتفتحي تلفزيون في دفتر شروط بتوافقي عليه، بيقولوا لك بدك تعملي هيك 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 وهيك، ما فيك تعملي. لما بتوافقي عليه، اذا غلطتي برا، طلعتي برات الخط، في عقوبه. وين نحن، وين الهيئه العليا للسمعيات والبصريات، الكونسيل سوبيريور، وينو؟ موجود قاعدين موجود، بس ما عم بيقوموا بواجباتهم، ما عم بيمشي. هذا سلاح سياسي، اذا واحد حكي ضدهم، ضد الحكم مين ما كان، بيعاقبوه بس. هذا هو، مثل ما صار مع هشام هلا مؤخرا، يلاحق قضائيا. ايه عبالي، ما اخطا بتشوف هشام داريوس؟ انا ما عندي صراحه، هيدي هذا الموضوع مني ما تابعته، ما في اقول لك صراحه. بس انتبهي، ما في حدا يخطئ الا اذا كانت بنيه. هذا اللي في خطوط حمر مفروض المقدم ما يتخطاها، ولا كل شيء بحق له انه انا بقول بالتلفزيون it's not what you say it's how you say it، كيف الطريقه اللي قلتيها. انا بتذكر ليش عم خبرك، عم اقول لك رياض شراره الله يرحمه كان يعمل نكت على الليميت، يعني على الليميت، انه لو حدا غيره عم بيعملون كانت الرقابه تدخلت ووقفت لنا البرنامج، بس لانه رياض مهضوم مرتب بيقطعوا، كان بين انه عم بيقولها عن نيه حلوه، نيه يعني نيه الاسلوب، اسلوب ستايل. اكيد، وبلاحظ انه حضرتك كمان عندك هذا الاسلوب هيك الدبلوماسي. والله ما لقيوني دبلوماسي ابدا، كل اصحابي بطل عندي صديق، بطل عندك صديق لانه بمنا وجر عم بيعملوا لك مشاكل. بمنا وجر، كل ما بحكي عن شغله. هذيك اليوم استقبلوني رجا ورودولف ببرنامج المكتب الثاني،
قالوا لي انت ما بتحبنا خي، مش مظبوط. انا ما لا كنت، لكن تقتن شوي. انا ما بحب البرنامج القديم اللي كنتوا تعملوه، الحلقة الأخيرة هذا ما كان منيح، بس المكتب الثاني منيح يعني أحسن بكتير. بقى قلت لهم أنا ما عندي شيء ضدكم، عندي شيء ضد هداك البرنامج. قلت لكم، ما قلت لكم أنتم مش منيح، قلت لكم روحوا يعملوا غير شيء، هذا مش منيح. بتحب البرامج اللي بتتقدم ديو اثنين شخصين؟ إيه ليكي، إذا في أهم شيء صعب كتير، مش مين، مش حيالة مذيع بيقدر يعيش ديو. ده حدا يقدر يعيش ديو معناتها مرن مع هيداك، أول شيء بيعزوا لهيداك يعني. أنا بتذكر ياما مرات، كتير مرات قليلة نيشان قدر يعيش مع وحدة تانية معه على الهوى. أنا من المرات اللي قدمت برنامج قلت له بدي أعطيك بنت ببدايته، يمكن نيشان قدم مع حدا، مع حدا وتعيش ماكسيموم يعني. بدها نضج، مش مين ما كان بيقدر يتعايش مع شخص تاني على الهوا، خاصة هو لما بيروحوا على البيت أصحابهم قريبينهم بيقولوا لهم يي هديك عم تحكي عنك، عم تحكي أكتر، عم تحكي أكتر صح، بيصير فيه خناقات. ما في خبرك، أنا صار معي فصول كتير بالاي ار تي، ناس يقدموا سوا بعد 3 شهور يتخانقوا، في منهم تخانقوا على الهوا. كنت تعمل قاضي صلاح؟ لا كنت صارم صارم نهائيا، ما في صلاح. لا وقتها ما فيك تمزحي، انت ببوزيشن ما فيك تمزحي. كل الاي ار تي كنت موجوده بشي 7 بلدان يعني، 7 بلدان عندها فيهم مكاتب، دونك اذا عملت مرقت شيء هون كلهم بيعرفوا بعدين وتفلت القصه. بقى ما فيك، انت كثير ديكتاتوري، مع انه انا ما بحب اكون ديكتاتور. ما بتحب تكون ديكتاتور؟ ابدا ابدا. بس أوقات في بعض المواقف يمكن بتفرض، مجبورة أكيد. عم بقول لك أمرار عندك وضعية معينة بدك تمشي. طب إذا بدي أطلب منك تكون ديكتاتور للحظة واحدة وتقلها للـ LBC وقفي هيدا البروجرام، أي بروجرام بتقلها وقفي؟ نو، ما وقفي ما بقول لهم، بس بقول لهم زبطوا. أي بروجرام؟ زبطوا نقشت. حرام والله، عيب. ما بيصير هالبنات يحكوا هالطق الحنك هيك على الفاضي. طب ما انت قلت قبل شوي انه هيدي لغه الشارع والعالم بتحب لغه الشارع، ما انا عم يحكوا لغه الشارع بكل بساطه يعني. خلينا نقولها، خبرك اياها، انا هداك اليوم كانوا عم يحكوا بمنا وجر عن نقشت، وقالت لهم ريتا خوري، قلت لهم ما انتم عملتوا فلتن، قال في فرق، نحن فلتت منه للرادار، فلتت كلمه غلط وطلعنا فيه بالقلب وسكتناه وغيرنا الموضوع، هونيك قصد عم بفتشوا عليها، في فرق. حتى بمطارح صارت عم بتبين انه مرنين عليها. إيه ليش لا، مش عيب، مش بعيد، مش بعيد يكونوا مرنين عليها، بس بفضل ما يعملوها يعني، بفضل ما يمشوا بهالطريقه، لانه روح النكته اتس فاين، فيك تعملي نكت ليوم النكت، وحتى فيك تروحي تقربي على الخط الاحمر، ما في مشكله. بس بتعمليها بنيه صادقه وبهضامه وبيقطعوا وبيموتوا ضحك. هلا ما عاد يمكن بموتوا ضحك لناس وما بموتوا ضحك لناس، صار ضايعة شوية طاسة، هيدي بدها تزبيط. في شغلة بالزمانات كان في بالLBC، هلا ما عادت موجودة، كان في executive producer، يعني حدا يكون بالشركة يشوف البايلوت، الحلقة الأولى تبع برنامج قبل ما تطلع الهواء، يقول لهم ليكو هيدي مش منيحة، هاي مش منيحة، هاي منصلحها، ويقول لهم شو الحلول ونرجع نعيد التصوير وبعدين تقطع على الهواء، ويحط أنظمة يعني كيف يمشوا. هلا ما عاد فيه، كل اللي كان في كم واحد يعملوا، أنا من كنت منهم، بس في غيري كان كمان، كنت 3-4 أشخاص يعملوا هالوظيفة، إنه في برنامج مش ماشي يروحوا يحضروا، يقعدوا مع الفريق يقولوا له هيدي الشغلة مش ظابطة، هاي مش ظابطة، هاي مش ظابطة، بدنا نظبطهم. هلا ما عاد فيه، هلا صار كل شيء مثل انه فالت، فينا نقول على الشركات. مش فالت، يمكن هل مع يمكن الايام ما بتسمح يجيبوا هيك اشخاص، لان هول الاشخاص مسقفين، هول الاشخاص غاليين، مش رخاص، يمكن الايام ما بتسمح انه يجيبوا هيك اشخاص، يمكن، او يمكن المشاهد صار بده هيدا النوع من البرامج. ما بعتقد، لكن المشاهد بياخذ شو بتعطيه، شو بتعطيه بياخذ، بس عم ينبسط بنقشت. بدي خبرك، المشاهد ما انبسط بالأغاني الطقطوقة اللي طلعت بالسبعينات بالثمانينات، عظيم. وين صار مستوى الأغنية اللبنانية هلا؟ تحت الأرض. ليش؟ لأنه 20 سنة سمعتيه للمشاهد زبالة
خلص صار معود على الزبالة، صار هيدا تبعه. لو 20 سنة سمعتيه مستوى، هلا ما كان في أغاني هابطة. نفس الشيء تلفزيون، أعطيه 5 سنين زبالة بصير مبسوط بالزبالة، ما بيعود فيك تشقلي، ما بيعود يحضر. هي انتبهي له، يعني حدا somewhere someone should take care، يعني حدا لازم ينتبه لهالشغلة. ما فيك تمزحي بالذوق العام تنزليه بعدين ما بيعود يطلع. هذا حدا لازم ينتبه له. هلا وزير الثقافة، وزير الإعلام، حدا منهم لازم ينتبه إنه في شيء زبالة عم بتصير. خيمة ما فيك تكفي، اتحركوا بوقت من الأوقات وبالموسم الأول و ماشي، عملوا أشياء من باب رفع العتب بس. طب هلا أنت لما بتكون قاعد نهار الأحد على التلفزيون بتحضر نقاشات ولا ما بتحضر؟ لا لا أنا ما بحضر. أنا إمتى بحضر نقاشات؟ إذا بالليل عم بشتغل وعملوا إعادة بيعملوا إعادة للبرنامج بعد نص ليل، ساعتها بكون حاطه وعم بشتغل أنا وعم بحضر. وقت لوقت بوقف بطلع إنه يا الله، أو أمرار بسجل أمرار بسجل حلقتها أحضرها بالليل، برجع بحطها بالليل. إيه تشوف، يعني بتستفزك لتحضرها؟ نو تشوف، مش تشير اسم إزازك يعني، تشوف وين وصلوا بالنزلة. ما هن الشباب نازلين، ما في بحث فيها، بس تشوف وين وصلوا بالنزلة، قديه صاروا نازلين. يعني تثير اشمئزازك او لا؟ ايه امرار بيعملوا اشياء. ما هلا فؤاد يمين بيشير اسم ابدا ما بيصير اشمئزازي، لان فؤاد يمين زلمه مرتب وموهوب، هو زلمه موهوب كاركتر. بس هو محرك الحلقه. ايه للاسف عم يستعملوه غلط، وبعتقد بعد فتره بده يشتلي انه هو دفع فاتوره هالغلط. هو وحيد اللي بيدفع فاتورة الغلط. التلفزيون مثل عصارة هيدي، المشاهدين المستمعين خليهم يسمعوا، يعني دايما المقدم هو اللي بيدفع للثمن. التلفزيون مثل عصارة بردقان، بيحطوك هونيك بيكبسوا لا ينزلوا منك اخر نقطة، خلصتي بيشيلوا بيجيبوا غيرك. هذا هو التلفزيون. يعني هشام حداد اذا بيوم من الايام لا سمح الله تخانق مع ال بي سي، ما ممكن ترجع تستوعب محطه الام تي في كونه بضل ينكت عليها وبينكت على الاشخاص اللي موجودين عندها؟ رح يدفع هيدا الثمن؟ لا 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 ما بيدفع. التلفزيونات لا التلفزيونات بيعرفوا مصلحتهم. اذا مصلحتهم مصلحه الام تي في تجيب هشام حداد بتجيبه، ما في بروبلم. عرفت كيف؟ ابدا. التلفزيونات ليش شو اسمه ال بي سي، ايام في ناس كانوا يسبوا بال بي سي رجعوا صاروا مذيعين على ال بي سي. واضح ما تلفزيونات المصلحه بتشتغل مصلحتها الخاصه، مصلحتها الخاصه غير بقى. بس وين المشكله؟ اذا عمل شغله غلط تنحسب عليه جماهيريا. يعني انا بعرف مذيع ما راح اقول اسمه، بس انه مذيع قد ما استعملوه عمل شيء اسمه اوفر اكسبوجر، يعني زيادة عن اللزوم. فترة من الفترات كل ما يصير في شغلة برنامج ما يمشي يحطوه هو يقدمه. مرة اثنين ثلاثة قلت له حبيبي عم تغلط انت، قال لي ما في، ما جبروني. بعدين وصلت فترة غيب عن الشاشة. ليش؟ لأنه ما عاد عنده رصيد، جمهور تعود عليه كتير. هيدي كتير مهمة، اوفر اكسبوجر، يعني زهق العالم بهالمعنى، مع انه هو مرتب ومنيح وموهوب كتير منيح، بس انه زهق العالم. بيير رباط شو ما اخذك عليه؟ بيير رباط ما شو قال لك؟ سالتيه شو ما اخذوا عليه انطوان كاسابيان؟ لا ما سالته. دماج كان لازم اساله، ما كنت عارفة انه ممكن يكون في مأخذ. لا تخبرك، اول شيء بيعجقها كتير، أسألها بزعل منه إنه ما بيترك، ما بيفسح لك مجال تحكي كتير بالوقت اللي أنت لازم تحكي والبقية لازم يسمعه. هو عنده إيقاع، نحن متفقين إنه هو عنده إيقاع البرنامج، يعني هو الماستر أوف سيرموني، هو الشيف دوركاست. بس هو بياخد الأوردر من المخرج؟ لا لا لا، هو هو هيك قال لي، هو بياخد أمرار الأوردر لأنه بده يمشي البرنامج حسب الوقت والتوقيت. نو بس أكترية الوقت هو بيفتعل الاشياء والمخرج بيلبيه. بس مثلا بلومه انه ما بيعرف كتير عربي، ما بيعرف منيح عربي، بيعرف بس ما بيخلص حاله خاصة بس يقرا فصحى. يا بيي لما يقرا فصحى بصير ايدنا على قلبنا، يلا رح يغلط كذا، او اذا شغلي غلط فيها بس إيه ليك بتطلع مهضومة. اعطيك اكزامبل، بتمرق منا كتير. انت بتعرف كان في كذا مذيعات الاخبار بالال بي سي،
بالزمانات دولي اول ما بلشت كانت تغلط وضلت لاخر لحظه دولي، بس بتغلط بطريقه مهضومه مهضومه. بيقولوا هيدي له هيدي كلمه بيروتيه محض جايب لك اياها فريش من 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 بيروت. بقى بيقولوا عوجها لحسة لبن، هيدي كلمة عبارة بيروتية. بقى يعني شو ما عملت بيقطعوا. بتذكر منيح كانت يغلط، كانت تغلط إذا لا سمح الله لا سمح الله حدا من بقية المذيعات الأخبار غلطت فاصلة صغيرة، كانت تسمع كلمة من مدير الأخبار، كلمة من مدير البرامج، كلمة من بيير الظاهر، ثلاث كلمات دول اللي تعمل مليون غلطة وما حدا يقول لها شيء. بيرجع يمكن كمان لكاركتير الشخص، يعني فينا مهضومة، في هضامة، في هضامة. ما أنا عم نحكي أو جبنا سيرة الأخبار، أو قبل ما نقول مقدمي نشرات الأخبار، بيير رباط بتلاقيه ناجح. ليك بيير رباط ناجح بهذا النوع من البرامج بستايل. هلأ إذا بدي أخده يقدم برنامج اجتماعي أو برنامج سياسي أكيد ما رح ينجح. أنا بقول ما بينجح، هلا يمكن يكون غلطان. بس عم بقول لك البروبليم تبعه، هلا افانتاجه انه لاقى برنامج بيلائم شخصيته 100% 100% بالضبط. لا له يعني البرنامج، حتى امرار قلت له شفت المذيع الفرنساوي عم بيتقل دم مع الكرونيكور مع الباقيين، تقل دم معليه، تقل دم بلش فيه معليه. قلت له ليش؟ لانه هيدا ضمن الكاركتر تبعك، انه انت واقف انت الماستر اوف سيريموني، انت كمان وقت لوقت بتقل دم، مشان هيك بتشوفيه بينكت على ثياب البنات امرار، يي جايب شو اسمه قلب الخزانه، قلب الخزانه او جايب الستاره تبع المطبخ عملتيها ثياب هيك بينكت فيهم عينيهم وبينكت علي كمان. ما بتزعل؟ لا لا ابدا. هيدي ضمن الطبخه تبع البرنامج. برنامج ما بتقول داريوسك بينك وبين حالك انا بعد هالسنين جاي بيير رباط، مع احترامي له يعني، انه عم بينكت علي او عم بتقل علي او ما عم يفسح لي مجال احكي؟ هيدي عم بقول لك ايقاع البرنامج، هل هو مسؤول عن ايقاع البرنامج؟ هل قد ايه عم بيمشي فيه صح؟ ما بعرف، بس اكيد اكيد حاسبين لانه يعني اذا في صار مشكله صار خلل بايقاع البرنامج هو رح يسمع الملاحظه مش انا، عرفتي كيف؟ فمشان هيك بخليه دائما يسمع الملاحظه، حتى يمكن مش منك. لا لا مش مني اكيد، رح يسمع الملاحظه من اداره التلفزيون، رح يسمع انه ايقاعك بالمره. هيدي مشان هيك ما بتدخل، لانه شغلته مسؤوليته، طالما هي مسؤوليته بده يتحمل مسؤوليه، دونك بده يخليه يتصرف مثل ما بده. إيه لا لا أنا ما بدي أبدا، ما بدي أبدا بهال. نعم، بتحسوا حالكم أوقات بمنا وجر، ما بعرف كيف بدي أستعمل الكلمة، زدتوا، مش ما أستعمل غير كلمة زدتوا، يعني تخطيتوا، هنتوا، وصلت إلى حد تجرحوا بعض الناس؟ بديك تسأليني أنا مرتين ثلاثة حسيت إنه زدتها. هلأ أمرار تلفنت للشخص قلت له سوري خي، قلت هيك بس بمجرى الحديث صار معنا بين طلعت معي هيك، وأنا بغلط غلطت معك ما بتخزني وعملتها. بس غير حدا بالبرنامج أمرار بتبين، أمرار بيسحبوا ماكسيموم، بس كل واحد ضمن اختصاصه. نهار اللي بيقول مثلا غسان رحباني لما بيحكي، غسان صاحب استوديو يعني كل الفنانين بيمرقوا عنده، بيعرفهم، بيعرف علالهم، بيعرف مشاكلهم، بيعرف دونك اذا حكي. هلا امرار افضل ما يحكي، بس انه امرار لما بيحكي مش على طول بيحكي غسان، على فكره بس مش غلط، بس بيعرف يعني متى لازم يحكي، ما بيقول غلط لانه هو بيعرفهم خلف الكواليس، نحن ما بنعرف من الفنان الا لما بيطلع بيغني. بس هو بيعرفهم، بيعرف مشاكلهم كل واحد لحاله لانه بيسجلهم. طب بتشوف انه بحق لكم تنتقدوا غير برامج على غير شاشات؟ يعني انه ما هيدا البرنامج معمول بفرنسا، النسخه الفرنسويه تبعيته هي على قناه ما خاصه ببقيه القنوات الكبيره، وبيقضي وقته ينكت على كل القنوات الكبيره. نحن للاسف نحن وحده من القنوات الكبيره، يعني اكيد رح يتضايقوا
إذا نكتنا أحدا لأنه منافسين. لو نحن على تلفزيون شو بدي أقول لك شاريتي تي في منيح؟ شاريتي تي في فينا ننكت على الكبار لأنه نحن مش منهم. بيتضايقوا لأنه نحن كبار ونحن عنا حصة مشاهدة ولما بدنا ننكت بننكت دونك بيعتبروها أنه عم ننافسهم عم نعملها من باب المنافسة. مش مزبوط. أنا من ناحيتي ما ولا مرة قربت على حدا من باب المنافسة. ما حدا قال لي يعني ما بذكر أنه بيير رباط قال لي اليوم رح نضرب فلان ولا مرة. أنا ما بشتغل هيك. كيف تشتغلوا؟ نجتمع كل واحد بيقول رأيه بيقول لي طيب هيدي القصة شو رأيكم فيها؟ أنا بقول رأيي، هيدك بيقول رأيه، هيدك بيقول رأيه، كل واحد بيقول رأيه. قبل ما تطلعوا على الشاشة؟ إيه قبل بيومين، قبل ثلاثة أيام. نجتمع قبل ثلاثة أيام ونتفق، يعني نتفق كل واحد بيقول رأيه، مش إنه نتفق إنه أنا بدي أمرار عنده وحدة مثلاً في بيتخانقوا فيها جروبين بيقسمون جروبين، بيقول مين مع مين ضد؟ إيه ونجرب بروفا، بقول له أنت مع أنت ضد وبنتخانق نعمل خناقة صغيرة بالمكتب عنده. بقول لي ايه منيحة عندكم يعني عندكم arguments يعني عندكم كل واحد عنده اشياء افكار بيدافع فيها عن فكرته. فاذا قال لي اوكي نطلع فيها. اذا ما عندنا بقول لي لا مش قوية مش كلكم متفقين مش حرزاني نعمل فيها. دونك هيدي يعني الافكار الاساسية للاشياء اللي بدها تنطرح بقلب البروجرام بتكونوا انتم متفقين عليها، ما في شيء بيطلع هيك عفوي. مش متفقين على شو بدنا نقول، متفقين على موقفنا من البروجرام. اذا بدنا نحكي عن برنامج موقفنا انا بحبه انا ما بحبه. هو متفقين انه كل واحد عارف التاني شو رايه وبس، مش انه متفقين بين بعضنا. بالبروموشن لمنا وجر سمعتك عم بتقول انه منا وجر حسن يوم التنين يعني ايه. الجو يوم يوم التنين تعرفي كل واحد خاصة تلميذ بتقولي انه صار يوم التنين اليوم التنين يا الله بقول لك شو هيدا انه بلشت جمعة جديدة. في مثل بالفرنساوي بيقول لما بيسألوا له الشخص كيفك اليوم اذا كان بنص الجمعة واذا هو مش منيح بيقول كوم لو لندي. ايه كوم لو لندي مزبوط مزبوط. بعمل لك مش بقى هيدي انه كانوا يقولوا اف اليوم التنين بقى هلا صار يقولوا اف اليوم التنين في منه وجر. بقى هيك مش لانه في للنشر وفي لا جو معلوف لا في منه وجر منه وجر هو في منه وجر مهضوم. مثلا جو معلوف بدعي يبطل يعمل وعظ حرام هالطريقه اللي بيسحب فيها هول يمكن هو معود عليهم بده يضبط حاله. شفتي مالك مكتبي عمل برنامجين كتير قويه من جمعه الماضي وهالجمعه. شفتي شي مره وعظ حدا بكل تهذيب حكي كلمتين وبس؟ صحيح ما ابدا موعظ ودائما كانوا سؤالاته فيهم سكوت للمشاهد يفكر شو بده يسال ويطلع هو سائل نفس السؤال اللي براس المشاهد 100% صحيح. طيب انه اي شو بدها ذكاء بدها ضبط نفس بدها. حتى في اخر حلقه قال لي قبل اخر حلقه التجميل قال لي بنص الحلقه كنت بدي ابكي. قال لي تذكرتك شو بتقلي انه المذيع ما بيبكي. شديت على حالي بس بآخر الحلقة ما قدرت. آخر الحلقة صوتي كان مبين إنه عم ببكي. ما نزل الدمعة. أثر لأنه بالنتيجة في إنسانية يعني. هو إنسان. مشاعر إنسانية صح. يعني صح. إن الواحد ما بيقدر يضبطها. هيدا إذا عامل هيك برافو عليه وهداك بدعي يعمل مثله ما ينزل بالوعظ. شو بده بالوعظ شو بده بالشغلة. خلي يشتغل شغله. أنا بقول لهم ما تعملوا أوفر. شغلكم ريسيرش مزبوط بحث مزبوط بيكفي. انا مثلا بشوف تمام بلاك منك بحاجه تتهجم على الناس. اسال السؤال بطريقه مرتبه باسلوب طرح الاسئله باسلوب مرتب انه اذا اجت بنت شوي ستار النجمه وكذا ما بتقلها شو سعرك بالليله مش سؤال هيدا. وجاوبيني على السؤال هيدا 20,000 مرة بنسمعها بالحلقة. مش شغل هيدا خاصة انه الريسيرش تبعه البحث تبعه كتير قوي. بيشتغل منيح على شغله يعني مش منه عادي. عم بيشتغل شغله صح
بس هالطريقة الاستفزاز بعدين المهم. اوقات عم نلاحظ، ما بعرف اذا عم نشوف نحن مزبوط، انت بدك تصلح لنا، اوقات على المذيع ما بيسمع، ما بيعرف يسمع بس بيعرف يحكي. مظبوط مظبوط. ليش هيدا الاستعراض على الشاشات؟ اوقات المقدم هو ونفس الوقت عم بيكون هو الضيف. بدي اعطيك اكزامبل، انا دائما بقول لهم انه في شيء اسمه بالتمرين هي مرنه انسيابيه بالاسئله، يعني اذا بسؤالك ضيفك جاوب على السؤال الثاني دائما بدك تفكر شو عم بيقول الضيف تمن تاخذ من الجواب، من حكيه تاخذ وتنقل، تعمل افتتاحيه صغيره وتنقل على السؤال الثاني، بسموها ترانزيشن. صحيح، بدك تعملها ترانزيشن، ما فيك تعمل سؤال كيف ما كان، مش انه بوف خلص اول سؤال، بوف تاني سؤال، بوف تالت سؤال، ما في منها هاي. هي يمكن بعد الخبره يمكن الواحد هيدا بيحصل عليها مش من الاول. انا دائما بعطيهم اياها بالاول وبخليهم يتمرنوا على على برامج معينه تيقدروا يتمرنوا عليها، وقت يتمرنوا عليها بتشوفيهم انه من البدايه بيقدروا يعملوا. بقى في كتير عم بيعملوا ضربة 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 ضربة، خلص سؤال سؤال تاني، خلص سؤال سؤال تالت، بيكون بنص السؤال جاوب على السؤال التالت بس ما فرقاني ما بيرجع بيسألوا إياها، أو يمكن ما سمعوا أنه جاوب، يكون ملبك. بعدين أنا أساسا بقلك أنه أنت مذيع مذيعة واجباتك تنتبهي شو عم بيقول، مش تتسمع عليك أنك مشاهدة. أنت مش مشاهدة، أنت مذيعة، بدك تستعملي تشوفي شو عم بيقول تمن كلامه تاخدي وتنتقلي لسؤالك التاني، يعني الاصغاء للجواب، الاصغاء للاخر، للاخر. هيدي ضروريه. بدي روح شوي صوب قبل ما يدهمنا الوقت، لانه بحب اخذ رايك بمذيعات الاخبار. ايه، مرنت مذيعات اخبار؟ مذيعات اخبار هون لا، بمصر ايه، بلبنان لا، ما عندي مذيعات اخبار مره. بلا مش مرنا، كانت مذيعه بعدين بقيت مذيعه كمان، رانيا بارود، وجه لها تحيه. رانيا بارود من وين اليوم؟ رانيا بارود مديره قسم بالجامعه، جامعه أوكي. الانطونيه، بعدت عن الاعلام شوي. ايه هي بالاعلام، مديره باسم. عن الشاشه. طيب ايه، بعدت عن الشاشه. ايه وهي غلطه، انا ما بوافقها، لانه في عندها اشياء تعطيهم، بعد كان في عندها كتير اشياء تعطيهم بس ما سيقبت ظروف انه ما عطيوها، يعني ما اهتموا فيها مزبوط. وغيرت ستايل. لانه كانت منيحة، كانت شاطرة. مين افضل، مين قدم نشرة اخبار او القى نشرة اخبار؟ ليكي انا بدي احكي عن مذيع واحد انا بعتبره مهم، هو جورج غانم. ما حدا يمزح، اللي ما بيعرف جورج غانم بيجهل كتير اشياء. انا مرة كنت موجود لما قتلوا اسحاق رابين، بعتقد باسرائيل قتلوا اسحاق رابين، ووصلت الخبرية اول ناس وصلت عنا على ال بي سي، على ال بي سي كنا. بقى بيجي بيير ظهر بيقول لي شو عندك، شو عم تعمل؟ قال له ماشي، انزال جايب الشباب كلهم وبعد شوفيره يجيب جورج غانم. جورج غانم واعي من النوم، جاي بالبيجاما ولابس جاكيتو وقميصته بس تحت بيجاما، جايب روب دو شامبر. طلع على الهوا عم بيحكي، نحن عم نعطيه الاشياء اللي بده يقولون، ما معه خبر، بقى عم بيعطي، عم بيشوف الهيدا. قلت له هيدي مرته وابنه جاي اخدينا نحن من تلفزيون بي بي سي، من البي بي سي ناقلينا. بقى حكي اشياء، قال له مثلا جورج بدي شي دقيقه لانه ما عم لاقي الشريط، يحكي يعبي الهوى بشكل ذكي ومنطقي وبشكل رائع، بدون تكرار ممل مثل ما بنسمع اوقات او بنشوف اليوم. ولا شيء مشى السهرة بشكل رائع. انا بندم انه ما كان عندي كاسيت، هاي بتستاهل تتسجل، هيدي سهرة بتستاهل تتسجل، بتستاهل تتعلم كمان، اكيد هيدي اللي بيتعلموا فيها. هيدا لقي لي كم واحد في مثله، بس فتشيلي انت بتعرفي الاذاعات تلفزيونات، فتشيلي كم واحد فيه بتقلي له هيدي كذا، بقلي له بدك تعبي لي شي دقيقة لأنه ما عم لاقي الكاسات، ويعبي لك دقيقة ذكية، شوفي وين في منها. مش موجود اليوم عند يزبك وهبي، عند مذيعات ما جربت هيك أوضاع، بس بعرف إنه اللي شفته وقتها فعلا
يعني برات ال برات ال اكسترا اوردينري، كثير 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 مهم وقتها. وبعدين بدون ادعاء، مش انه انطوان عم بيحكيني، مين هو انطوان خي؟ انطوان عم بيحكيني يهتم، قل له شغله بدينته يمشي عليها، يكفي عليها بشكل رهيب. تفقد الشاشه اليوم لجورج غانم؟ اكيد اكيد غلطه كبيره. هذا ما بشي يعني، هاي الشخص ما بشيله يحني الجزيره. عندهم واحد اسمه جميل عازر، جميل عازر صار كبير بالعمر، بقيوا اخر تك بقيوا يستعملوه هو يطلع على الشاشه وهيك ومعيبس ويقول لهم مساء الخير. كلهم صاروا يقلدوا جميل عازر، هن بدهم يطلعوا يحطوا كتف كوع على الطاوله ويقولوا. ليش خلوه؟ لانه صحفي قديم وخبره، خبره، عنده شخصيه، عنده هيك شخص ما بفلله شو ما كان. تلفزيون غدار، ما راح اقول غدار، بس بعرف انه قلت لك مثل عصاره الليمون، تحط الليمون بتعصريها لما تخلص اخر نقطه بتكبيها، كتر خير الله الناس عم بيجيبوا اولاد والولاد عم بيكبروا وبتشوفي. بس بنشوف هيدا الشيء بالتلفزيونات العربيه، انها هي بتغدر المذيعين والمذيعات بالوقت اللي التلفزيونات الغربيه بتتمسك فيهم اصحاب الخبره. هنيك في شيء اسمه نقابه، هنيك فيك ما فيك تعملي شو ما كان. انا اشتغلت بأي ار تي بايطاليا بافيتزانو، اقل موظف عنده حقوقه، ما فيك تقربي. اذا اعطيك اكزامبل، اذا جيت اعطيت بونس لمذيع بيسالوك ليش بقيه المذيعين ما اخذوا نفس البونس، بتقولي له لانه هذا عمل هيك. ليش ما اعطيت مجال لهديك يعملوا نفس الشيء؟ عم بقول لك ما فيك تمزحي. هنيك في وينين هون نحن شوي فلتانه صراحه، ما حدا يزعل. ايه هونيك هونيك اذا حكيم عطاك رابور انه انت مريضه شهرين، ما فيك تقولي له انت كذاب. حتى اذا ما بك شيء، عطاك رابور شهرين خلص. كل شيء عندهم، كل واحد عنده حقوقه، ما فيك تقربي. انا مره اعطيت بونس لموظف، مدير المركز هونيك قال لي سحبته برات المكتب، اعطيته اياه باليد وقلت له ما يحكي عن لحدا. قال لي لاني ما في اعطي، ما في، انت بالنسبه لك هيدا عمل شيء انجاز، بس بالنسبه لي ما في اعطي بونس اذا ما اعطيت للباقيين. يعني اليوم المذيعات والمذيعين اول ما ببلشوا هيك شويه التجاعيد تبين بيشيلون عن الشاشه. مين هيدا تنشوف؟ خبريني مين شيلوها لانه عندها تجاعيد؟ لا بس يكبروا شوي بيشيلون عن الشاشة، بالوقت اللي بالإعلام الغربي هذا اللي كنت بدي أقوله قبله شوي بيتمسكوا فيهم. مزبوط هون بيشيلون، هن بيحسسون أنه خلص، خلصت شو اسمه، خلصت خلصت مهمتكم، مهمتكم خلصت. هيدي غلط، هيدي من الأغلاط. لكن حتى بالإعلام الغربي ما تمزحي، بفرنسا من بعد 30 سنة، 35 سنة شالوا من تليماتان، شالوا ويليام لمرجي. ويليام لمرجي هو المنتج تبع تليماتان اللي هو بلش فيها، وعمل أوديانس، عمل نسبة مشاهدة توب. الصبح فرانس دو عادة ما بتعمل نسبة مشاهدة، بس بالصبح هو برنامجه تليماتان كل فرنساوي قبل ما يطلع من بيته بيحضر نص ساعة، ساعة تليماتان. بقى عمل جمهور لفرانس دو بشكل رهيب. بعد كذا سنة اجا وزير قال له انت برا، خلص شيله. هلا قال لهم انه انا بشكركم، هلا عم بيقطع غير تلفزيون وعم بيعمل هالتلفزيون التاني، كان مع جمهور وصفر صار عنده جمهور. ليش؟ لانه هو شاطر. يعني لازم الاعلامي هو لما بحس حاله انه صار بالقمه قبل ما هني يشيلوه هو اللي يفل منه لحاله. اذا ما عنده ما عملت اوبرا مثلا، اذا ما عنده شيء، اوبرا فتح التلفزيون فلت من هنيك، فتحت لحاله تلفزيون. بس عم بقول لك اذا ما عندك شيء جديد تقدميه، انتبهي افضل تفلي بدون من انه تعملي شو ما كان. هيدي شو ما كان مش حلوه. ياما في ناس عملوا شو مكان، ما مش لازم يضلوا من مستوى بمستوى، ما لازم تتغير الصورة. يعني هلا انا عم بقول لك، عم بخبر، بدي بين، عم بنظر، انا ما بحب نظر، بس عم بقول لك الصراحة انه توصلي لمحل يا بدك تعملي شيء مرتب. انا فليت انا كنت اقدم برامج، قبل ما بلشت بالال بي سي بلشت 86 87 88، عملت برامج رالي، تيلي ماتش،
مونديال كنت أقدم فيهم أنا أقرأ الأسئلة، أنا أقرأ الأسئلة وصلح للمشتركين. صار معي بروبلم أنه لأنه عم بقرأ الأسئلة مبين أنه أنا المعد، بين أنه أنا مسقف، صرت أطلع بأسانسور يقولوا لي شو عاصمة كوبا؟ هافانا. يدقوا على الخشب، اسم الله اسم الله اسم خيي، خلاص بمشي بالشارع حدا يقول لي أطول نهر بالعالم، جاوب يقول لي اسم الله اسم الله اسم الله. تعبت، قلت له خيي ما بدي أقدم بقى، هذا التقديم عنده شيء أنا مني مستعد له، هذا بده عنده في فوتير، في عندك تجاوب مع هلا مثلا بطلع على منا وجر بآخر الحلقة بيشو كذا شخص بده يتصوروا معي، أكيد بقول له بيقول لي مرسي، بقول له مرسي إلك، أكيد بنبسط إنه عم يتصور معي إنه قديه، بس مش شغلتي هاي، أنا مش ما بتحب كتير ال لا بفضل ما بتحب الظهور يعني، بفضل أمشي بشارع بطريق لحالي وأعمل اللي بدي إياه حر وما حدا يقول لي. بالزمانات كنت أنا وماشي إذا بياكل صندوق يقولوا لي عم بياكل عم بياكل، أكيد أكيد عم بياكل إنسان أنا ما... إيه كنا عم قل لي كنا كانوا ما في أعمل شيء كلهم عم بيراقبوني، هلا بفضل ابقى لحالي ما حدا يراقب. بس هلا بعد منهم شو صاروا رجعوا يراقبوك؟ عم اكيد ما في خبرك ما في خبرك. هذيك المره رحت دوائر رسميه بعتقد على الامن العام عم تصدق الباسبور او عم بعمل شيء، قالوا لي تا 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 اخذوني لفوق دغري، قال لي اهتموا فيه هيدا بعدين بيبرشنا بمنا وجر. تخيل مش مزبوط انا ما بعمل هيك اشياء، بس شوفي قد ايه انه اهتموا فيي انه شيلوني من الصف، كنت ناطر دوري مثل غيري بقى. بس اكيد ما زعلت انه شلوك من الصف؟ لا لانه كنت مستعجل يومتها اكيد. هيدا شيء خدمك اكثر من ما أكيد. زعجك؟ لا ما زعجني، بس عم لك انه مش ضروري ليكي. حتى بتذكر هون بدي احكي عن صديقي دكتور زياد نجيم، بتذكر كنا كثير بتحبه لزياد، زلمه مرتب كل النهار كل النهار كل وقتها، كان في فتره ازمه بنزين كنا نصف السيارة يكون في 100 سيارة قدامنا وتما هيدا ندفشها تا نوصل على المحطة. قبل ما نوصل على المحطة يجي صاحب المحطة يقلنا ليك حكيم صف مروق من هونيك، انت هلا بعبي لك على السكت وما حدا بينتبه لك وبتفل. يقول لهم لا انا مثل غيري بنطر دوري. ايه خبريني كم واحد بيعملها من المذيعين؟ ما حدا بيعملها اكيد أكيد. على سيرة زياد، ليش هاي الصحبة القوية بينك وبين زياد نجيم؟ وهو من زمان، من شي هلا إذا بقول لك من 30 سنة بطلع ختيار. إيه من 30 سنة صاحبي. إيه. كنا إيه كنا نظهر مع بعض جروبات كوبلات نظهر مع بعض وكذا، صاحبي كنا وفي صار في توارد يعني كوميونيكيشن توارد خواطر مع بعض، اتفقنا كتير على كتير أشياء لأنه إيه. وبعدين ما بيمزح، شخص آدمي شخص نظيف ما بينشرى يا ما فكرة ما بس حدا شخصية فزة ما حدا فكرة ما حدا عرض عليه يشتري بين مزدوجين، إن شاء الله مفكرة أنه قبل أبدا، مش هيك بعده معطر ما عنده إلا المصريات اللي بيطلعهم كحكيم سنان. إيه كحكيم سنان ولا كان بقي بس كان كنا انه بنحب نشوفه لزياد على شاشة التلفزيون. برهان انا عم لك انا ياما مرات عمل انجازات، مره قلب الديكور كله قلب الديكور كله عليه ورا 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 بقى قال لهم كمل ضل مكمل، كان على الهوا مباشر ضل مكمل لغاية ما اجوا ناس من الفريق وسكر زبطوا الديكور ورجعوا ومشيها لغاية تا يرجع يمشي البرنامج طبيعي، لأنه المخرج قال له أنه ما عاد في عندي شيء، ما عاد في عندي إلا أنت، إذا أخذت كادر تاني بيبين أنه الديكور واقع. ضل مكفى. هاي هم في منهم هول يعني مثل زياد ومثل جورج غانم ما في. نعمل لك أوكي، في هلأ في نيشان، في شاطر مالك مكتبي، حتى جيري غزال مع انه جديد بس برضو قبضاي مش مزح، ما بيحكي شو ما كان، كل ما يقول شغله بده يكون مفكر فيها مش بيرتجل، هيدي الارتجال كارثه. هي بترجع لما بيحس الواحد حاله انه عنده ثقه كتير كبيره بنفسه، بفتكر انه صار فيه يقول شو ما بده
بيكون عنده شيء اسمه مخزون كلامي، بيكون اشياء مجربون. ما تفكر انه نيشان بيحكي اشياء مش مجربون قبل. ما بيستعرض شوي نيشان بالتقديم؟ هلا بدي خبرك، حسب الجو اللي هو فيه، اذا البرنامج ماشي بستيل معين بيمشي هو بستيل البرنامج، حسب وين رايح وين هو موجود. اذا في برنامج بده يقول فيه شغلة معينة بيقولها بطريقة معينة حسب ستايل البرنامج. مش لكن مش عاطل، عنده كم شغلة كتير زبطين بشخصيته. اوكي. ومغامر. انا كذا مرة عمل اشياء مغامرة، ياما مرات انا قايل له وقف التوك شو روح اعمل العاب، اكيد العاب مش طرطوقة، العاب على جراندا يعني شيء كبير. تروح قال لي يمكن بين سئيل، خلينا نشتغل عليها تما تبين سئيل. عرفت كيف؟ إيه؟ بس ما بيحس انه رجع لورا اذا بيرجع للالعاب أبداً. بعد ما كان عم بيحاور كبار الشخصيات ابدا. انا بقول لك الالعاب هي انترتينر، بتعرفي شو معنى انترتينر؟ يعني مرفه عن الشعب، كتير مهمه، لانه التلفزيون هو انفورميشن انترتينمنت ادفوكاسي، يعني معلومه، الاعلام، الترفيه، وتبني مشاكل الشعب. هول الثلاثه بيعملوا التلفزيون. اذا في عندك وحده منهم ناقصه ما 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 بتنجحي كتلفزيون. هول هن ثلاث مقومات للتلفزيون. بدك تكوني متبنيه مشاكل الشعب، وبدك تكوني ترفهي عن الشعب، وبدك تكوني اكيد تعطيه المعلومه الصحيحه. مش هيك كل التلفزيونات عندها تقريبا كل هالثلاث انواع من البرامج بالقاموس. يعني انا بعلم الماده بالجامعه، دونك بعرف شو عم بحكي، دونك ما في مزح في هيدي. يا بتشتغلي صح يا بتتفركشي. ما تستغربي اذا تفركشتي. مذاعات الاخبار على الام تي في هيدي شو بدك تخليني اقول عنهم؟ لا بدي اشوف ايش رايك فيهم. انا بحبهم كثير لانهم مهضومين وحلوين ونغشين ودلعين، وشو بدك اقول لك احسن هيك؟ بدك تقول لي اذا شاطرين. إيه؟ اذا شاطرين كل هول اللي قلتهم ايه موجودين بمذيعات الام تي في، بس شاطرين؟ انا بدي شطاره على الشاشه. قد ايه مش عم بيوصلوا لك الخبر بطريقه مقبوله؟ اوقات لا، لانه بروح مع شكلهم ونغمه الصوت هيدي اداره الام تي في لازم تقول لهم انه الشكل مش لازم يسيطر على المضمون. تعرفي انت مذيعات الاخبار، شايفه سي ان ان قد بيكونوا ما بيتصرفوا ابدا حدا يطلع بشكلهم، وشكلهم ما بيكون كتير رائع، انتبهي. صح. ومنهم في منهم كبروا بالعمر، بس لانه المهم انه توصل الكلمه، توصل الكلمه. هلا الام تي في عامل ستايل انه هن يونغ وبيوتيفول وكذا، هيدا الستايل انه حلوين ومهضومين وشباب وكذا، اوكي هيدا ستايل. هلا بالاخبار يمكن مش ظابط، ما بعرف قد ايه ظابط، بس بعرف انه في كتير ناس بيحضرون يمكن لجمالهم، ما بعرف، بس انه بس انا بحبهم كتير ومهضومين. هن مهضومين، حتى اذا في ناس بيقولوا لك انه هيدي شايفه حال، مش مزبوط، مش مزبوط، ولا مره وحده منهم شايفه حالها علي، كانوا كتير مهضومين معي. دونك ما في قول، بيشوفوا حالهم على الناس بس ما بيشوفوا حالهم على داريوس. يمكن عندي انا عندي هالإمبريشن انه ما كتير مهضومين. ديما صادق بتحب طريقتها بتقديم نشرة الاخبار. انا بدعيها تعمل تقييم لشغلها بس، لانه الواحد مع الوقت بده يرجع يتطور، ما هيك؟ لا لازم انا بعطي اكزامبل مثلا تقديم اداء بمس لبنان ما كان كتير موفق، هلا كان فيها تكون احسن. فبتقولي لي لا عم تهجم علي، ما عم تهجم علي، عم تنصحها نصيحه. انه ايه لما انا الجوري بيتاخر ما بقول على الهوى الجوري تاخر، ما انا جايبينك تتغطي لي تاخير لجنه الحكم، او ما بعرف اذا عم ترجم صح كمان. ايه هيدي هول مش لازم ينقاله، يعني مش من مصلحتها. عشان كيف هيدي بدها هي ترجع تعمل إعادة تقييم، يمكن تجيب شريطين ثلاثة عن حالة وتحطهم مع حدا شغلته ويقل الملاحظات تسجلهم،
وتصلح وجرب تصلحهم، مش عيب. ما في حدا، ما في حدا يعني، ما في حدا كامل يعني. ما في حدا كامل. نعم. داريوس لما بيكون شخص بيقدم أخبار بينجح إذا قدم غير نوع من البرامج حسب خبرتك الشخصية؟ بدي أخبرك شغلة، هيدي الأخبار بده يقدم أشياء إلها علاقة بالأخبار. بنصح يعني، ما بنصحهم يلعبوا في شيء اسمه، بيقولوا بالإنجليزي never give two images of yourself in the same on the same program on the same channel. يعني ما تعطي صورتين لحالك عن حالك. بي أنا بتذكر كان صار له مارسيل غانم، مارسيل زلمة رائع، كان صار له 5 سنين عم بيقدم كلام الناس، كان ناجح وماكسيموم وبلشوا يقبضوه جد كانوا، وكان ماكسيموم ماشي. جبروا يقدم جريد، يا قاتل يا مقتول، هذا برنامج اسمه للبرنامج بيخوف. جابوه مقابل من سيربح المليون. بقى كان في حيره بين الام بي سي والام بي سي. جابوا عملوا جريد، وجريد بامريكا مشي بفتره اكثر من هو وانتس تو بي مليونير. دونك حطوا جبروه فيها، قال لهم انه انا مش شغلتي، انا مبلش انت بتقدمها، عملنا كاستنج للكل، ما حدا نجح، انت بتقدمها. قدمها بعد 7 حلقات، مدري 10 حلقات، وقف البرنامج. ما حدا خسر من البرنامج الا مارسيل خسر، لانه عطى صورتين عن حاله، وين هونيك بيهتم بمشاكل الناس وهون بيسل الناس. لو ترك كلام الناس وركز على هذا البرنامج كان رجع عطى رجع صوره واحده ولا لا؟ لا ابدا، خلص براس العالم صورة. عطى صورتين، هو عنده صورة ك بريزنتر عن برامج اجتماعية، برامج سياسية واجتماعية، وقتها كانت سياسية أكثر من اجتماعية. وفجأة عطى برنامج كوميدي، يعني مش كوميدي، إنه تسلية ترفيه، وكانت كارثة عليه. ماي متى نقلت من الأخبار على برامج للتقديم؟ توني خليفة نقل نجحوا. ماي متى حالة خاصة تركت، يعني مش انه نقلت، تركت توني خليفة، ترك مثل ما قلتي قبل شوي. يعني توني انا بتذكر هونيك نهار قال لي خايف بدي اعمل شو اسمه، اجا فترة عم بيعمل طقس، وقتها شفته باستديو قلت له ليك توني، كل النجوم بالتلفزيون بلشوا بالطقس. قال لي والله؟ قلت له ايه، يلا عمول اشتغل. فعلا عمل طقس، رجع عمل العاب، رجع عمل منوعات، العاب ومنوعات، شي يعني. اليوم توني خليفه قصه بمصر، لما بتشوفي افيشاته فعلا قصه، اكبر من هنيدي، بوستر تبعوله على البنايات اكبر من محمد هنيدي. عم بتابعه لتوني بالعين بالعين. ايه اما ليكي بحبه اكثر بالبرامج المصريه، لما بيعمل بالتلفزيون المصري بيفلت أكتر. ما بعرف إن ممكن الجمهور المصري، الحرية يمكن اللي بيخدع. الجمهور المصري بحب كتير الحكي، الجمهور المصري حط شخص مع شخص عم بيحكوا بيحضروا، هاي العقلية مش موجودة عندنا، هذه خاصة بالجمهور المصري. بيحبوا التوك شو، نحن ما عنا نحن ممل، إذا الضيف مهم بيحضروا، بس إذا مش مهم ما بيحضروا. وفات كتير إلى عالمهم بمصر توني خليفة. قدر إنه يكسبهم. مش هيني ده لبناني يقطع بمصر وياخد شهرة قد نجوم التلفزيون المصري، مش هيني أبدا. هادي عملها، برافو. وفهم الإخوان المسلمين حتى، يعني أنه هذا دليل على أنه أعلامي بروفيسيونال. لا شاطر، عارف شو عم بيعمل وبيشتغل على حاله، ما بيمزح. توني ما بيمزح، هادي أنا بقدر له إياها. كذا مرة حكيوني حتى بمنا وجر، لما قالوا له أنه معه حق ولا ما معه حق، قلت له أنا معه حق وهيك لازم يكمل. وكل سنة كل فترة عطانا شخصية جديدة وصفحة جديدة من شخصيته، which is good. هذه شغلة تغير مع الوقت، which is good، شغلة كتير مهمة. واستمراريته على الشاشة لفترة طويلة كمان، هيدي هو مش، ما حدا عاطل وبيستمر، اللي بيعمل يستمر إلا القوي، إلا اللي عنده مميز، إلا الشاطر، إلا اللي بيشتغل. بختام هيك حديثنا، كيفك أنت والموسيقى هالأيام؟ ما أنا ماكسي هلأ ليك، أنا عم بندم إنه كل مرة بشوف الجيتار بقرني مغبرة، حامله للجيتار، حامل الجيتار وحامل الأورج، في أورج بعته لأنه ما كان عاد عندي محل حطه، هاد ما كتروا الغراض، كتروا الكتب
بقى ما عاد عندي بعته، لانه عم تتغير الموضه، عم بيعملوا اورجيت جديد. بكره بدي يمكن ارجع اجيب وحده ثانيه، بس بدي الاقي له محل بالاوضه تبعي. كنا بنحب نشوفك بلجنه تحكيم ديون المشاهير. ديون لا مكفين وفين، ليكي الحضور بين اسامه وبين استاذ سيمو اسمر وبين منى مرتب، لانه سيمو بياخذ الفنان ككل كشكل كله سوا، شكل كذا مضمون كل شيء. اسامه بياخذ الناحيه التقنيه which is good، وهداك بياخذ الناحيه الكماليات كل الباقي، ومنى بتعطي راي الجمهور اللي قاعد ببيته which is very good. هذا المطلوب. غطوا ثلاث نواحي تبع سيلبريتي دواتس. غطوا ثلاث نواحي اللي فيك تقيمي فيهم شخص، ما فيك تقيمي بغير، شو بدك تقيمي غير شيء؟ يعني انا بتذكر باستوديو الفان، انا اشتغلت كذا مره باستوديو الفان، كنت قل له لسيمو مثلا بده هيدا بحبه كتير، بده يوصل اللي سئيل، يا ريت ما بيبين سئيل كان وصل اكثر. هيك دغري خي كيف سئيل، خي سئيل في منهم كان معه حق، جربوا وما نجحوا مع انه كان عندهم ميداليات ذهبيه، الجوري لجنه التحكيم عطتهم ميداليه ذهبيه وبلشوا بحياه فنيه ما كملوا ما قدروا. معقول ترجع تجتمع انت وسيمو اسمر بشي برنامج؟ يا ريت، انا صدقيني انا اذا عندي برنامج مرتب ما بعرضه الا على سيمو، لان الوحيد اللي بيسمعك. وفي في شيء افكار في كذا برنامج، بس في تلفزيونات هلا ام تي في ولا في فقر، في فقر وين ما كان. كل التلفزيونات دفيعه كل التلفزيونات هلا برا، اذا في محل كل التلفزيونات يعني ما تروحي بعيد، حتى مصر موجوعين تلفزيونات مش ماشيين مثل قبل. شو اسمه بتونس ام بي سي عندها 100 مشكله، سكرت كذا مركز لها، يعني عندها مشكلة عندها مشاكل، مع النظام يعني، مش الهيدا بس، عندها مشاكل مادية كلها كلهم مش يعني. ما رح توعدنا انه ممكن يكون في بروجرام بيجمعك مع الاستاذ سيمو اسمر؟ اول ما يكون في بروجرام ما رح يكون الا مع سيمو اسمر، وكون خبرتك عنه. لانه في عندي كذا بروجرام، انا من الاشخاص اللي بشوف شغلة، مثلا عندي شيء 2000 قناة بالديش تبعي، اول ما بشوف شغله بس بقول هيدي بفيها تنعمل هيك هيك هيك، باخذ نوتس بضبها محل، برجع بشتغلها على رواق، بوسعها بضبطها، بتطلع مشروع كامل، برجع بطبعهم بكبسهم بحطهم بجرور. وف مليان هلا جرور، هلا مليان. ايه اكيد مليان. يا برهان اللي عمل لك المذيعين اللي بيجوا لعندي، ما في محل، ما في مره الا بقول له هذا البرنامج خده واعمله، اعمله لقدمه لفلان. بتشوفيهم قدموا ونجحوا. او في موضة برامج مثلا، في موضة إيه؟ بتطلع وبيرجع بيجي غيرها وهيك، مشان هيك بيروحوا. هلا موضة البرامج الانتقادية الساخرة بلبنان، هاي برا ما في منها كتير. هيدي موضة طلعت بلبنان لانه عم بيتنافسوا، في فلان ضد فلان، وبالزمانات كانوا كلهم يتنافسوا مع الام بي سي، يحكوا على الام بي سي. هلا صارت بين الام تي في والال بي سي، ماشي الحال، بيضل بيجي نهار بيوعوا انه مصالحهم مشتركة، افضل ما يعملوا هالنوع من ال، بس هي المنافسة حق يعني. مزبوط، بس انه افضل ما يتنافسوا، بيقولوا below the belt يعني، ما يزيدوها. منافسة حق اكيد، بس ما يزيدوها بلا طعمي. يعني اليوم داريوس، الشغل اللي شاغلك بهذا الوقت هو برنامج من نوجر وتمرين مذيعات. ايه، وعندي اشياء برا، اعمال استشارية برات البلد، لانه برا بيأمنوا بيجيبوا حدا بيسمعوا له. يما في تلفزيونات استشارية من ناحية الاعلام؟ لا استشارية يعني بدنا نعمل تلفزيون، خي شو بنعمل؟ ياما مرات في كتاب كنت عم بتحضره يلي هو 30 سنة تلفزيون قريبا، وين صار؟ بعد مش عندي مشكلة، انه كل ما بقرأ بقول انه لا، هون كان فيني اعمل اكتر، هون بدي اعطي تفاصيل، برجع بشيل برجع بحط، بس هيدي بعتقد اخر مرة عم بقرأها. بيصدر بال2018 او لا؟ يمكن ليه. وعندي كتاب تاني، عندي كيف تصير مذيع. هذا كل شيء بعلمه حاطه بكتاب، كم سنة بدي ضل علم، خلص ختيارنا. زهقت؟ لا ختيرت،
لا بلا انه هيك. حسيت حالك انك تعبت، تعبتك لا لا، هالمهنة. ما تعبتني ابدا، بالعكس هيدي شغلة وحيدة اللي عندي شانس فيها انه تسليت ودفعوا لي عليها، عرفتي كيف؟ اها ايه، عادة بتروحي بتتعذبي تيدفعوا لي، هون لا انا تسليت. انا لما فتت على التلفزيون انبسطت، مع انه انا عندي اخذ ماجستير بالهندسة المعمارية. دونك اول ما خلصت قلت له لبي هيدي الشهادة، ما هاد بدك اياها؟ عملتها لبيك. ايه مجبور. قال لي هيدا ما بدك اياها؟ قال لي ايه. قلت له عظيم، هلا فيي روح اعمل اللي بدي اياه؟ قال لي ايه. كانت فاتحه الال بي سي، رحت اول يوم، مرحبا انطوان كسابيون، بيير الظاهر، عندي افكار برامج، هات تنشوف. يلا نزال عند سيمو اسمر احكي، وخلصت. وانطلق المشوار. 18 13 سنه عندهم نون ستوب. بس هول السنين كمان مرق فيهم، مرقت ايام فيها زعل وقهر وازعاج واحباط وكل هول. ليش قهر؟ ليش قهر؟ ليش زعل؟ لانه انا كنت اعتبر وقتها انه الال بي سي لالي، شركتي انا، عرفتي كيف؟ قالوا لا ولو هيك لازم تعملوها هيك، مش حرام، حرام ما تعملوها هيك. قالوا لي لا بدنا نعملها هيدي، انقهر عليها. يعني انا مره عملنا نكته اول نيسان، كذبه اول نيسان، قلنا انه نازلين من المريخ على صوب جبال، اجوا صواريخ نزلوا على الكوكب، من كوكب المريخ ومدري شو، فجاه انقطع الارسال، طفينا الارسال، يعني صار في سينيال فيرج. بربع ساعة كان الدرك صاروا عنا والجيش تحرك على جبال، ما في خبرك، من العقوبات أكلناها وقتها، احترق سنترال جوني واحترق سنترال ال بي سي. اوف اوف اوف. ايه بس وقتها كان يحكوا فيها على 3 أشهر. كنتوا كمان التلفزيون الوحيد بهداك الوقت. مزبوط. هذا الشيء كمان وزدناها، عملناها زيادة عن اللزوم. أنا بتذكر وقتها سكروها 15 ثانية بس، يعني ربع دقيقة، وقال لهم بيير يلا رجعوا مشوها. كنت بالكنترول روم، انا كنت حده، قلت له لهولو خليها بعد. قال لي في يذكرك انه انا المدير. قلت له عفوا عفوا. بهاللحظه تذكرت انه هو المدير مش انا، انا فكرها انه الشركه لإلي. هيك كنت اشتغل. بس خوفتك هالجمله؟ لا بهداك الوقت لا، اي نقذتك انه لا شو انا شو عم بقول هيك؟ لا لا كثير، كل مره ما هيدي اخذتها هيك، اخذتها هيك، كل تمرق هيك وارجع اعمل نفس الشيء، ارجع اقول لهم انه الشركه لإلي، هيك انه احكي ال بي سي الي، هيك اعتبر. هلا صارت الام تي في لك؟ لا لا، الام تي في كمان لا لا لا، خلص هلا روينا، ما عادت لا ال بي سي ولا الام تي في الي. انا هون بتعاون معهم، هونيك بتعاون معهم، شغل شغل شغل. مبسوط اليوم بكل شيء عملته داريوس؟ مبسوط اليوم، حس هيك بفرح؟ بدي خبرك انه فرح اكيد، لانه عملت اشياء بحبها، بس تقلك ما راضي عن، لا كان في اعمل اكثر من هيك، لو هالبلد بيساعد اكثر كنا عملنا اكثر من هيك بكثير. عندي الايام جايه والمستقبل بعده قدامنا، عندي افكار برامج ما في خبرك قد ايه مهمين، ليش مجبور ابيعهم للسعوديه وللكويت وللاردن ولا ليش ولتونس؟ ليش بدي ابيعهم لهونيك؟ لازم اعملهم هون، ما حدا بيعملهم. خلص برهان باقيين بدهم اياهم، يعني منهم عاطلين. انتبه. عم بعطيهم لبرا. هيدا بس الشيء اللي بحسسك بشوية زعل؟ أكيد، إنه ما مش عم نستفيد نحن، بس عامل لك الحل بإيدك، أعطيت نسخة لكندا، فسرت لهم كيف بيعملوه، فسرت لهم شو بيعملوه، عملوه فترة بتحقق للفكرة. لا إيه، بس إنه ما كان منيح، ما كان أحسن لو كملوا فيها النيو تي في؟ وين عندهم برنامج غير؟ برنامج ما في منه ولا محل، بسموه انتراكتيف تلفزيون، يعني التلفزيون التفاعلي، انه جمهور بيقرر كيف بتخلص القصه. وين في منها هاي؟ ما في منها. بندم على هيك اشياء، انه ما بيعملوها. خي ليش ما بتعملوها؟ ما في مصاري. بدون الاشياء المثيره للجدل هي اللي حطوها على شاشه التلفزيون، بتخيل؟ نعم، نعملوا اللي بدهم اياه. بختام حديثنا داريوس، شو هيك بتحب تقول للمستمعين يلي سمعونا، للناس يلي تابعونا بهذا اللقاء، شو نصيحتك لهم؟ يعذروني اذا غلطت بحق حدا، واذا حدا منهم زعل يقول لي تعتذر منه. انا اقل شيء بقدر اعمله انه اعتذر من شخص اذا زعلته من غير قصد اكيد، بس في شغله بدهم يطولوا بالهم، لانه التلفزيون بهالبلد رح يرجع على الخط الصحيح مثل ما قلت أنا بالبداية. ايه. في أمل، في أمل أكيد.
أكيد. أنا كتير استمتعت بهذا اللقاء، وكان إلي شرف إنه أستضيفك وحاورك، وبعرف إنه إذا كان إلي بكمل. الشرف، كان إلي الشرف تستضيفيني. شكرا. بعرف إنه تاريخ تاريخ كبير بالمجال الإعلامي، وبعد في كتير أشياء كنا حابين نحكي عنها، رح نتركها لغير غير لقاء. أنا كنت سعيدة جدا، شكرا لحضورك وشكرا لتلبيتك دعوتنا بالـ MBS. أهلا وسهلا فيك داروس. شكرا للـ MBS. شكرا.